اليوم والفرحة تغشانا بالورد والريحان نغتنم هالفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج صيف الغربية. يا أهلا وسهلا فيكم في قناة بداية وفي هاللوكيشن الرائع الجميل. أنا ودي أن المخرج كذا يأخذ لفة، أنا بنفسي والله ماني مصدق، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني شباب شغالين شغل جامد، وأنا أشوف الناس إذا جاء أسبوع ما يبون يطلعون من الاستوديو، يعني ما لومهم صراحة. حياكم الله في صيف الغربية. أول شيء بشرح لكم شغلة، حنا حطينا صورة وكانت الصورة فيها النجوم اللي هم نجوم المنطقة الغربية، وكان ظاهر من النجوم ما فيهم واحد لابس شماغ إلا محاكيكم فواز الحارثي. الشباب الثانيين ما كانوا لابسين أشمغة، كانوا لابسين أزياء أو لابسين لبس بدول معينة. احنا كنا بنوصل رسالة، احنا يا جماعة الخير جايين من المنطقة الغربية، جايين من الحجاز. الحجاز فيه عاصمة العالم الإسلامي، قبلة المسلمين مكة. طيب مكة هذه لمين؟ مكة هذه لكل المسلمين، مكة لكل مسلم على وجه الأرض يستقبلها في اليوم 5 مرات، هذا الواجب، فما بالكم النوافل. فإحنا جايين من مكة نحمل رسالة السلام، مثل ما السعودية بلد السلام، إحنا جايين نحمل رسالة السلام اللي هي رسالة الإسلام كامل، رسالة المحبة، رسالة التجانس والوفاق والوئام. كثير كثير ناس يعني عارفين معنى كلمة الأمن والأمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هالمطلب اللي هو الأمن والأمان، يديم على حكومتنا الرشيدة هالحب من الشعب وهالحب لها منها لشعبها. أسأل الله لي ولها لي ولكم التوفيق، وأسأل الله لهم السداد بإذن الله. صيف الغربية راح يكون غير، حاولت واجتهدت أني أجمع ما بين النجوم، النجوم برامج الواقع والنجوم اللي معروفين عند الناس، وحاولت أجمع ما بين النجوم اللي غير معروفين على شاشة بداية، لكن عندهم شيء يقدمونه، عندهم حس إعلامي، عندهم مواهب، عندهم قبول، يعني ما شاء الله تبارك الله. وغير كذا والله كل واحد منهم جاي وعنده هدف، يعني بتشوفونه، وانا ما ودي اخرب عليكم. طبعا اليوم جاي مجموعه وفي الطياره 2 ان شاء الله انهم يلحقون علينا. ابدا وشي ابدا مره ثانيه وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسال الله لي ولاخواني ولكم انتم التوفيق، وان شاء الله نحن نحافظ على اوقاتكم. وايضا الشاشه هذه امانه، وباذن الله راح نكون قد الامانه ونقدم الشيء اللي يليق فيكم والشيء اللي قدمنا لكم بالشكل الجميل. خلاص اتفقنا؟ طيب نبدا اولا بالنجم ابو اوس. طبعا ابو اوس ما انتم عارفين من هو ابو اوس، تفضل يا ابو اوس، تفضل يا ابو اوس، ادخل يا ابوي، يلا يا شيخ تفضل. نرحب بالنجم ابو اوس. حبيبي السلام عليكم. سلام، اهلا وسهلا. ابو اوس ياسر سنان، الله حبة ياسر، حبة حبة الدلع، ايوه الدلع كذا، حبة حبة، ابيض اسود ابيض. الله عليك والله. سلام الفزاع. سلام، شخبارك؟ طيب مقدارك، كيف امورك؟ شخبارك؟ ايامك طيبين؟ تفضل حياك الله. سيري حياك الله. يا مرحبا ياسر. مرحبا. شخبارك؟ الله يحييك. طيبين؟ الله يسعدك الفزاع. مبسوط؟ والله منور، قسم بالله انك منور. مبروك اوس. الله يبارك في عمرك. الحمد لله يا اخي. قبل يومين قاعد افتح مقاطع وشفت لك مقطع قبل 2 سنين وقاعد تتكلم وتقول انا الله ان رزقني خير وبركه. اي والله، وان ما رزقني تاخير الاولاد هذا يمكن يكون الله سبحانه وتعالى صارف شر عنه وعني. صح صح، فسبحان الله يا سبحان أصف. الله امر الله كله خير. الحمد فزع. المقطع هذا كان في مكه، تجمعنا واحد مع اخويا ناصر الغامدي الله يعطيه الصحه والعافيه. سألني وسألني سؤال، والله اني جاوبت يعني كذا عفو، طلع الجواب ومن قلبي، ولو تيجي تطالع فيها ترى والله من جد ابو فزع امر الله كله خير، اقسم بالله. يعني يمكن لا سمح الله يجيني شيء لا سمح الله ولا حاجه، فالله مؤخر لي يعني يا رجل، اقسم بالله اني سعيد سعاده لا يعلم بها الا الله، اللهم لك الحمد. اعطيني علومك يا ياسر، انت ما انت غريب على الجمهور. ها؟ وين كنت؟ ما انت غريب على الجمهور حبيبي. وين الفتره اللي فاتت برامج واقع ولا مسابقات ولا أيوه. شغلت؟ اعطيني. والله شوف، انا يمكن من مكه تجمعنا واحد ما طلعت في بدايه، والتقصير مني انا يعلم الله، مع ان الجماعه يكلمونا وحبايبنا، لكن والله تقصير مني بسبب انشغالي وبعض الاحيان سفر مع الاهل، فما قدرت صراحه اطلع. لكن انت عارفني شغلي الاساسي اللي هو المسابقات المهرجانات وهذا الاشياء، فأنا كنت شغال مهرجانات، صورنا مسلسل
مسلسل غيبوبة بس لسه ما نعرض إن شاء الله ينعرض قريب بإذن الله. في أشياء حلوة حتيجي قدام، في عندي أشياء الفرفور، في عندي أشياء مرة كثيرة. لا تحرق لا تحرق يا حبيبي، هو إن شاء الله يحييك الله يبقيك، ونطلب منك تقدم على قولهم اللي معروف عنك ونبغى المزيد. الله يسعد يا مرحبا بك، برحب بالضيف الثاني الجاي نشوف من اللي وراك. من تتوقع؟ والله ما أدري، أنا أقرب واحد بنادي. أنا أظن لا أشوف شوف نادي ما أدري والله ما أشوف، خلينا نشوف. رحب بالنجم والمنشد أحمد مامي. أحمد مامي النجم، النجم برامج الواقع والنجم المعروف بأخلاقه، المهندس. يا مرحبا يا أحمد، تفضل يا حبيبي. عيني لغير جمالكم لا تنظروا، طيب وسواكم يا أبو فزاع يا ياسر في خاطري لا لا يخطروا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيبين؟ كيف أموركم؟ طيبين؟ الله يعطيك العافية. ربي يسعدك ويبارك فيك. كيف الأمور؟ حياك الله. ما شاء الله الناس تقول أنت تقصر. الناس يقول العكس الناس. أخبار طيبين؟ كيف الأمور؟ يبقى جالسين مع بعض برا. يعرب. هتعرف فصل بينكم فاصل. طيب. كيف أخبارك؟ الحمد لله والله تمام. أخبارك أنت؟ برامج الواقع. الله يسعدك حبيبي ويبارك فيك، والله أخبارك أنت طيب؟ والله بخير. كيف أموركم؟ والله تمام. أتوحشناكم يا أخي. مبروك الاستديو الجديد. الله يبارك فيك ويسعدك يا رب. والله يجعل فاتحة خير. استناكم تجوا بس ما جيتونا. ما فضينا والله يا أحمد. مشغولين أنتم رايحين جايين. تركيا وحركات. لا ما تركيا إن شاء الله بعد أسبوع. شبارك طيب أحمد. الله الحمد لله تمام. أحمد الناس تسأل عنك، وين كنت الفترة الماضية؟ والله بين انشغالات، ظروف حياة، ظروف كذا كثيرة كذا، الحمد لله تيسرت الأمور. وكان ودنا نتشرف بصراحة بعض البرامج لكن الظروف ما سنحت. لكن إن شاء الله من الآن ورايح إن شاء الله نقول بإذن الله تواجد بإذن الله. كيف الأجواء؟ كيف شفت اللوكيشن؟ كيف والله اللوكيشن خطير، يقول سواه فيصل صح؟ فيصل ميل هويمن؟ إيه ما شاء الله. أنا ما أدري بس يقول صراحة يقول هو فنان، يقول هو سواه ما شاء الله تبارك الله. كيف تحس إنك في لوكيشن روعة إندونيسيا؟ وصوت الموية وحركات بس باقي صوت عصافير. انت حبيبي والله. يا مرحبا يا احمد. طيب ايش رايك احنا نروح نجلس هناك عشان انت ترحب بنجمك؟ لا لا عادي خليكم جالسين، بيجي واحد ويجي الثاني وبدنا نمشي مره واحده. طيب طيب اوكي. طيب انا ما ادري الشباب الحين بيسمعوني ولا لا. طيب نرحب بالنجم الثالث اللي بيكون معنا اللي هو ابو غلا فهد هلال. الله الله الله. يا مرحبا يا ابو غلا يا فهد. مرحبا مليون. وصل وصل. في ظل سطوات كل فكر هادم وتشبع طيافه على اقصى غايه الله تداخل اطراف الضلال الفاسد الله عليك وتشب وتفشي العدوى وقلب الايه يا مستمع قافي طلبتك وجه وخذ الطرايق وترك الوشاية الله عليك اسلك مساره للفكر وابداعه الله اللي لها بثت قناة بداية الله عليك. الله الله كبير يا مرحب والله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعافيك. اخبارك طيبين؟ طيبين ابو عروس يا سيدنا الشاعر ولا ابو حسان الله يبارك فيك ابو نوار مرحبا مليون الله يحييك الله يعافيك. ايش اخبارك؟ بخير يا اخي. طيبين الحمد لله الله يعافيك. اول ظهور اعلامي. اي نعم والله نتشرف فيك. اسعدك الله ولا الشرف فيك اخ فواز وفي الاخوان ابو عوس واحمد مامي، وهذه فرصه ما تعوض ما تعوض صراحه، ولا الشرف حنا في مشاركتكم. يا مرحبا حياك الله. انت ايش كنت لابس زي في الصوره؟ من شكلها متغير. كنت لابس اللوك كان يمني. ايه يمني وعن طريق الجنبيه والمسكه. اصلا كان لبس الابانه قبل. نعم. ويقول الوالد الله يحفظه هذا لبسنا الزي رسمي وكان عيب عندنا. اللي ما يلبس الشيء ذا يعني كانه يمشي بدون ملابس. للجنبيه. للجنبيه. نعم. والعصبه العمه اللي تعتبر يمنيه احنا حطيناها لليمن. ويا اساسا لبس
للحجاز ولا الغربية؟ الموروث، الموروث هو اللي عادة يعني كثير وكبير. نعم والله يا مرحبا والله يا ابو غلط، الله يسعدك ويعافيك. عموما والله احنا نتشرف فيك، الشرف لنا وصراحة دخولك كذا والشجاعة هذه ترى عادة الكاميرات لها هيبة. نعم انت كسرت الهيبة. اكيد اكيد الله يسعدك والله يحفظكم، وان شاء الله ان انطلاقه وبداية من قناة بداية. تستاهل والله، يسعدكم الله. يا مرحبا، حياكم الله. شوي بنحطكم في المقلط شوي، لا بقي كرسي واحد بعد العشاء. طيب العمدة، يا عمدة رائد بعطية نجم ولا بلاش لين لا دخل. طيب خلينا ندخل سمير، تفضل يا سمير. العمدة قلنا متأخر شوية، يا عمدة خليك شوية، تعال يا سمير. سمير عجل علينا يا سمير. سمير اليامي، الله سمير شكله راح جدة وجاء. سمير ولا العمدة؟ العمسة. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العمدة سمير. كيف حالكم؟ طبعا انا ما عندي شيء انشده. مرة. اي انا صوتي حلو جدا. يا هلا. يا هلا. الله يسلمك. هلا. خير يا مان، خير. خشمة. يا مرحبا يا سمير. طيبين. يا سلمك. هلا. يا هلا حياك الله، تفضل عمرك. سريح سريح سريح. سمير اليامي طبعا احنا نعرف للناس وانتم كنت تعرفون ممثل ومهتم بال ما شاء الله، ممثل حركات ومؤدي على المسرح. كمل. حلو. طبعا مقدم، خلاص قلت كل شيء. طبعا الحمد لله بدينا في التمثيل على قولهم مدرسه وما مدرسه، بعدها صرنا على مستوى جامعات، والان صرنا نخرج مسرحيات في اماكن كبيره ان شاء الله. طيب ليه ما صرت انا مشهد كذا؟ ان شاء الله اليوم جاهزين لهم حاجات انا وياسر والشباب. مين اليوم؟ هذه بحق تدخل كذا؟ اليوم ما ورطه. ما في اليوم. ياسر عنده سكتشين. بكره بكره. اليوم سكتشين عند ياسر زنان. وهذه مره. تبغاها سفري ولا محلي؟ ياسر شطه. طيب مشاركات اعلاميه تلفزيون اول ولا تشارك؟ التلفزيون اول مره. ما شاء الله عندي حساسيه من التلفزيون. الله الله الله. بس قناه بدايه ما حد ما كان حرق جوالي. حرق جوالي يا بشارك معاكم يرحم امك. لا لا لا. طبعا قناه بدايه الواحد يفتخر ويتشرف انكم معنا. الله لنا الشرف. الله يسعد. يا مرحبا فيك، حياك الله يخليك. طبعا بنجيب العمده هنا معنا. العمدة ما يكفي، وين عطاله نجلس؟ والله العمدة ايش رايكم ننقل اربع كراسي ما تكفي والله ما خلينا ندخل نبدا نروح. ايش رايكم نستقبلك ولا لا؟ اي طيب تعال. يلا يلا تفضل يا عمدة. رايد بعطية بنعلمكم سالفتها رجال. كويس والله مو بطل. يا عمدة 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 يا عمدة. الله لا يمسيكم الا بالخير. الله يسلمك بالله واكفين عشاني. اي والله لا عمدة عمدة بالصراحة. بنغير مكان قلنا مرة. يا محترمين هذا بالجبهة. متصل الجبهة. الله يبارك. الحمد لله. طيبين كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد لله بخير. يا سلام. دوبنا كنا مع بعض، حياك الله. ايش تبغى انت؟ يا عمدة عمدة. ايوه خشمه. انصح فارغ. خشمه خشمه. يا اجي بنت بالله وحده وين نروح؟ لا لا تفضل حياكم الله. الله يحييك. اخبارك يا ابو فزاع؟ يا مرحبا حياكم الله. مبارك. الله يسلمك. كيف الامور؟ الحمد لله. فين بعد؟ استريح تفضل هنا احسن. الله على الزراق. ترى بس اليوم التعامل الرسمي بس ايوه لازم لازم ايوه وبعدين خلاص يا حبايبي خذ راحتكم. هذا انت اليوم ناديت اسمي مرتين. اي لما جاي يدخل سمير الحين صارت دربك. ها شوف حبيبي اوف لا 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 يا مبارك يا ولد صل على النبي. طيب مش دقيقه دقيقه الكبك بس الحين هو قطع الهواء وبصب لكم القهوه بس. طيب بوزع لا عندي 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 عندنا 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 اسمع اسمع بصب المراد بدل طيب طيب يلا خلاص بعدين ما عاد يقوم بعدين يا حسين فيفي هذه فناجيل الطوس نقطة خلص دحين شاي ولا قهوة دحين؟ والله ما ادري اللي يجيب والله فنجان ما شاء الله تبارك الله هذه تحط فيها مسلوقة مرة قاعدة. طيب الله عليك الشباب يكلموا في الكنترول يقول ما في بث البرنامج انتهى عشان خفت دم العمدة. من بدري يعني كذا عمدة؟ كمان ايش هذه؟ طلبوا ايش فيها مغاريس هذه؟ لا ما في فاصل ما قالوا لك فاصل شيء شوف الفاصل هو لا تحرمه من القهوة
احرم عشان يعرف الطاسه. احرم من؟ احرم العمر. ترى لازم كل واحد يمسك الكاسه حقته لانه ما يبي يصير. كل واحد وطاسه ترى. والله شغلانه والله. ملعقه جيب لك ملعقه. والله شغلانه اقسم بالله. عارف ليش جايبينها كبيره؟ عشان هو واحد طلب برنامج تشرب. لا حول ولا قوه. وحسين والله شكرا جزيلا حسين. ايش كل شويه قايمين نازلين. ما عرفنا فيه خلاص ما تعرف. اسمع العمده هذه اشربها كذا لما اصطاد. ملعقة. طبعا يا ابو فزاع رايد بعطية صاحب تويتر اهل الحجاز ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله وصاحب النكتة دائما فعشان كذا يقول مسؤول هاي شوف حط لي قليل سناب العمدة جلاد جلاد سناب ما شاء الله ما شاء الله يعني ما احد الخوف اللي اخذته جلاد بالصوت ولا بالكلام جلاد بالصوت شوف انا عجبني في طرحك ايش انك قاعد توصل رسالة يعني احيانا النقد يبني ومو احيانا دائما النقد يبني اذا كان في وضعه وخلينا نكون واقعيين ترى مو كل واحد يحب ان احد ينقده صادق ترى يقول لك نقد ثم والله يقرا التغريده يقعد يومين ما ينام صح والله صح بعدين احنا الغرض من النقد الساخر انه يوصل يعني عارف النقد لما يكون رسمي شوف النقاد السياسيين او النقاد الرياضيين اللي يطلع في البرامج تلاقي كلامهم رسمي يعني كذا ممكن ما يتقبلوا ما يوصل رسالة حتى الناس نفسهم ممكن ما يعني ما يتقبلوا طريقة الطرح لكن من يكون نقد ساخر نكتة مضحك كذا يعني حتى صاحب الموضوع اللي أنا مثلا قاصد أني أنا أنتقده حيتقبل الموضوع بصدر رحب يعني حتى لو أنه حشيناه شوية يعني إيه راح يضحك وخلاص يعني احنا نسولف مع الجميع بس العمده دام انه فتح المجال المشكله الحين هذا عمدتهم اجل كيف البقيه انا العاقل فيه انت قبل ما تنزل السنابه قبل ما تنزلها تشيك عليها تعدها يعني تعيد شيء ولا تخليها كذا تنزل والله شوف هي دائما السنابات بتكون طريقتين في شيء ارتجالي وفي شيء يكون افكاره معده مسبقا يعني في احيانا اكون يعني اخلد الى النوم هي كده مضبوط سريع اخلد الى النوم وانا ابغى اخلد الى النوم يقوم ايوه هذه اللي هي كده والله هذه كيف جبتها جات ارتجالي تصدق عشان كده سالتكم صح ولا لا فجيني بعض النقاط اقوم كده سبحان الله عارف اقوم افك الملاحظات واكتبها وارجع انام اصحى ثاني يوم هذا استيحاء هو ذا كده ما ادري هم الشعار كذا نفس الشيء خصوصا لما يكون الجو بارد تجيني سبحان الله سنابات زي الشاعر لما يكون الجو براد تجي له اشعار لا مين تكتب يعني في الصباح مثلا الصباح مثلا ولا الظهر طيب الليل شعر هي سنابات في اي وقت وفي حاجات ارتجالي يعني مثلا انا الحين لما اطلع على السناب في حاجات يكون في بالي ابغى اقولها في نفس الوقت بتيجي حاجات ارتجالي وغالبا الارتجال يكون افضل من الشيء اللي معد مسبقا صح صح طيب ممكن في الارتجال احيانا نفس الفكره تلقاك فهمتها خطا والله يعني شيء انت شايفه الان وارتجلت بعدين يوم بديت استوعب تلقاك انت فهمت خطا ممكن شوف ترى في بعض الاحيان شوف ما في اي واحد يطلع في السناب يقول لك انه هو كل اللي يقوله يكون مقتنع فيه احيانا تنشر شيء لما ترجع تستعرضه بعد السناب بشويه بعد نشر السناب تلاقي انك مثلا اخطات في معلومه او اخطات في فكره ترى تمسحها واحيانا نطلع نعتذر ترى عادي ترى ما هو عيب انه الواحد يغلط طب هل ندمت مثلا انك يوم تكلمت في موضوع مثلا لا لا انا اي واحد احسه ما اندم مو تتكلم الموضوع المشكله اللي كل اللي اتكلم فيه محشاته هو في الانتقاد انتقاد يعني حتى لما اقول نصيحه لازم اجيب العيد في النهايه شوفوا النصيحه ما تكمل هو شوف اسلوب الانسان وطريقته طبعا ما يعني كيف اقول يعني الحين بعض الناس تحب طريقتك حتى بعض الناس في لتغه مثلا حرف معين او شيء تلقى الناس تحب تسمع خلاص صار عندها لازم انا اعرف المقدم كاريزمته كذا خلاص انا اعرف شخص حق برامج دائما يسجل تقارير في عنده الساء ثاء تمام يا شيخ يطربني التقرير اذا سمعت خلاص لانش تعودنا عليه صح رحمه الله عليه طلال مداح لا تضغط حلف الراء في ناس تعشقه بس حرف الراء كان هو ادم حرف في لدغه بحرف الراء هو برضه واصل بن عطاء كان ما ينطق حرف الراء واصل فكان يخطب من تشرق الشمس الى ان تغرب الشمس بدون ينطق حرف الراء يتجنب كل كلمه فيها حرف الراء هذه طريقه لكن في طريقه ثانيه واحد يرضى باللدغه هذه فتصير عند الناس لزمه ويصير لها نغم في الاذن احب اسمعها
بهالصوت. تكون حلوة عليه يعني طالع منه حلوة. أنت كمهندس صوت بعد تقدر يعني هالمواضيع تتجنبونها في الهندسة ولا؟ طبعًا عندنا موضوع ال السينات الزايدة أحيانًا في ناس يلقى عنده السين الخاء مثلًا. اللي تصفي. تمام أيوة هذه حروف زايدة. طبعًا في الإنشاد مثلًا ما ينفع إنه تكون ظاهرة مرة عرفت كيف؟ أنت إيش تسوي؟ لها فلاتر معينة تشيلها. عرفت كيف؟ السين الزايدة الصاد. تيجي زي الصفيه فمزعجه لما اسمعها ايوه اسمعها كانشاد ولا شيء تكون مزعجه للسامع عرفت كيف؟ فلها فلاتر تنشا ما في فلاتر لكن انت مره ما في العكس صوت انت ما يبغى لك فلتر يبغى لك ويب جديد ما شاء الله يا اسطى باذن الله اوس حيطلع صوته احسن من صوته حينافسكم باذن الله من دحين ترى بيجهز هذا الشبل من دوار بيقول كورسات وحركات حجزت له اسامه فقيه ومع مبرغوث ابراهيم كلهم ظل حاجزهم على ايش؟ كورسات يجي يدربوا اوس انشاد ايوه ميكروفون ضعيف عشان يكسب من وراه لبعض يا مرحبا حياك الله ما يهرب العبث ترى طبعا احنا يعني طبعا برنامجنا احنا مو يعني احنا حقيقه ما احنا جايين مثل الغربيه تاريخ وجغرافيا صادق يعني ما احنا جايين تاريخ وجغرافيا نتكلم طبعا لو مو اصلا كلام عن تاريخ مكه والطائف وجده والمدينه في متخصصين اصلا يتكلمون عن اي لكن احنا احيانا هي الرساله توصل البساطه توصل المعلومه توصل هي بنفسها توصل الله عليك والانسان على قولهم لماح والناس ما صاروا مثل الاول صح الان صار في ادوات عند الناس يعرف كيف طرق البحث كثرت غير حتى المتلقي ذكي صار جدا صح. جدا يفهم صحيح. يعني زي سمير نقدر نفهم منه شغلات ايش نقدر نفهم منك يا جده يا سمير تفهم يعني جده انا جالس في جده حاليا يعني مكه جده كلها واحد ما شاء الله انت عارف الحاجتين هذه كلها واحد بس اغلب وقتك في جده اغلب وقتي في جده شغلك ودوامك شغلي وبيتك شغلي ودوامي ف يمكن البعض يستغرب يا اخي انت يا امي اللهجه كيف اللهجه صحيح. سبحان الله المنطقه الغربيه يعني من فيها. اقوى اللهجات اللي ممكن تسحبك تاثر عليك تاثر عليك جدا درست في الابتدائيه اللهجه اي يعني انا من صغري انا من ما تعرف الموضوع لو تدرس ابتدائيه في اي دوله دوله صادق خلاص تكسب اللغه وبدات من ينبع يعني كلها على قولهم ينبع تبو كيف نفس الشيء اي فهذا شيء يعني اعطاني حاجه ثانيه انه انا اقدر اتكلم مثلا حجازي اقدر اتكلم مثلا باي لهجه ثانيه قدوم الحجاج كنت اخذهم في الترحيل وهذا كنا نروح نشتغل في الحرم فصرت مره اسوي باكستاني كنا نبدا انا وياسر من زمان كنا نسوي شخصيات نخش مثلا قروي ومره نخش باكستاني مره نخش سوري قال له لاحظت ما شفت انه انا سوري كيف؟ بالصورة بس البودي ما يجي سوري اقول لك كل الجمهور يقولوا اتلخبطوا قالوا يا سبحان الله سوري يا لطيف يا راجل يا راجل البودي باين مو باين انا مرة الله انعم شوف شد بلد والله ما في امل سوري انا كني السوري بس الشمس فاستمتعت جدا والله بجدة خاصة خشينا احنا دحين مجال اللي هو تقديم البرامج فجمهور الغربية يعني يستقبل الاشياء دي متعطش جدا يعني مثل حتى يعني من غير قصور في جميع المدن الباقية بس متعطشين ومتحمسين يعني شيء جميل فاستمتعت في تقديم البرامج خاصة في الغربية يعني جدا والله تستاهل امين الله يسعدك عادة الموجود شوف كل ما كانت عندك موهبة وطورتها كل ما احتاجت الناس لك أكثر صح فالذكي اللي إذا احتاجت الناس له أكثر احتاجت كوميديا يعطي كوميديا يكون عنده جانب اجتماعي صحيح. يكون جانب وطني جانب شرعي بعد هذه نقطة مهمة ما أقطع كلامك أبو فزاع في ناس تحسب مثلا ياسر قاعد يسوي حاجة كوميدية أو طلع بشخصية فرفور ولا شخصية هذا لادم يا أخي أنت مهرج بعضهم مو كلهم يعني بعضهم يقول يا اخي انت مهرج انت كوميدي انت ما تعرف ان انا بامكاني اسوي تراجيديا صح انا بامكاني تشوفني في حياتي الشخصيه بعيد عن الكوميديا مثلا تلاقيني مجالي غير في فهذه هذا تنوع واذا كنت انت متنوع فانت ممثل كويس اذا قدرت تتنوع في الاشياء هذه فهنا انت اثبتت انك انت ممثل بس ترى مو سهل ضحك الناس صح الناس تقدر تبكيهم كوميديا اصعب كوميديا كوميديا صعبه صح يعني زين ترى انك تضحك الناس وتوصل رساله اي في نفس الوقت عرفت كيف؟ يعني زي فرفور مثلا بيضحك تمام؟ امكم على فرفور بشكل حلو من جد يعني من جد يعني حاجه حلوه الانسان انه يضحك يوصل رساله في نفس الوقت طيب وش رايك؟ يقول الله يخلي من بكاني ولا ضحك علي الناس علي هذا قال مو ضحكني انا ولا ضحك علي لا بس سمعوني يا
والله يخلي يا لا لا حافظها انت صح؟ حافظها ما ادري الله حافظ شوي لما انت حافظها اقول عشان نخرج انا حافظها ترى بس صوتي ما يأهل اكتبها قولها قولها يا ياسر لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لي الله يخلي من بكاني ولا ضحك علي يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لي الله يخلي من بكاني ولا ضحك علي الايام الزمان وراني وراني كثير اجناس الله يخلي من بكاني ولا ضحك الايام الزمان وراني وراني كثير اجناس الله يخلي من بكاني ولا ضحك علي الناس يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لي الله يخلي من بكاني ولا ضحك يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لي الله يخلي من بكاني ولا ضحك علي الناس باين انه مهندس الصوت صعب ترى ترى باين من جاي هذا ينشط ترى ضبط له صوته سنتين ايه 10 سنتين اه قول لي كذا الصوت اختلف ترى هذا مو صوته يا ابو من امس معانا في الفندق مو كذا وانا شغله ابو مهندس الصوت خويه هذا ايكو ايكو صدى 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 عادي طيب ايكو ولا كريم هلال عطنا تجربتكم من اين طبعا انت من الطائف ولا لا عمد فركه مشرف طيب الله يخرجنا عطى طبعا كذا بس عرج على فهد موهبته وكذا بس تعريج بسيط الحقيقه فهد يتطلع لاشياء كبيره ولكن الطموح يبدا من الانشاد وان شاء الله انه يتعدى الى اكبر من كذا انا من سكان الطائف والطائف يعني من مصايف المملكه ما يحتاج يعني مثل مكه يقولون احنا نحتك بالحجاج ذا احنا نحتك بحقنا ايوه الطائف حقنا بعد ما حد قدنا ما حد قدنا نحتك بناس ومصيفين ومن جميع دول الخليج مو فقط على مستوى المملكه العربيه يا عمي في الحاره مكه بيطلعوا جده بيطلعوا الطائف ترى احنا والله الطائف نروح مكه شويه الطائف اهل مكه يروحوا يبددوا وينزلوا اهل مكه يصلون الهدى ما يجون في الطائف ما ينزلون فوق يعني ها قريب منهم لا نروح الطائف وقت الاكل بس عشاء والله يا في عندهم مبشور راس مندي هناك جايب لنا الطائف ترى جيعانين ها اجلس ما جربت شاي الجمر هذا في الهدى اي والحبش يسمونه ولا الحبش البرشومي اهم شيء البرشومي البرشومي طلع ابشرك السنه هذه طلع بالفراوله ما ادري كيف زرعوه كيف كيف بالتوت قصدي بالتوت اي بالتوت ف عاد المويه فهمت طيب يا شباب المايك حق الان بقصير والله شكرا اهو الانشاد واهو الشعر ولست بشاعر حتى ما يؤخذ على الشاعر انا والدي شاعر ما شاء الله شاعر الله يحفظه ونعم والله ما عليكم زود اهو الشعر واطرب له وهو الانشاد ما طرقت الانشاد طرقت الشيلات اللي على القصائد الشعبيه لكن ان شاء الله انها تعتبر انطلاقه باذن الله من هذه سمعنا شيء مميز ولا طازه والله في شيله للطائف جديده ممكن ما نزلت الا قبل تقريبا اليوم او امس كلمات الشاعر برضه هلال قليل الحارثي يقول إيه قالوا لي أنت من الطائف وتكتب شعر محسوب وأنت مدحت الوطن والطائف الغالي نسيته وما تدري انك على ذمتها للمصياف مطلوب اما خذوا حقهم بالغصب ولا انت عطيته ما تدري انك عديم الوصف اخذت عقول وقلوب كل الجمال الطبيعي جابها الله واحتويته
فيك الشفا والهدى تسوى لها حكام وشعوب من دون تقصير في الردف وسيسد والبهيتة يا موطن الورد واهل الورد جوك جو مرغوب وشلون قارنك مع جو على الطائف لقيته. بس في حاجة في حاجة على طاري سيسد والردف ممكن تكلم كل واحد فيهم ترى مشروع صراحة قصدك في الأماكن؟ أي الأماكن طبعا. طيب الردف طبعا منطقة جدا جميلة في الطائف يمكن ما قد حصل زيها في الطائف ما شاء الله ممكن تكلمنا عنها يعني بعد أول سيسد الردف من أقدم حدائق الطائف إيه من أقدمها والمشروع يعني الجديد قديم أصلا يعني قديمة من زمان وأكبر زمان. تجمع للعوائل وللشباب برضه ايه. لكن الآن أصبحت للعائلات بشكل أفضل ومتطور وجود النافورة يعني تعتبر ايه تعتبر أفضل حديقة في المملكة ايه ما شاء الله في المملكة؟ ايه نعم في المملكة ايه جميلة بصراحة سيسد ايه. أيضا ودي سيسد. منتزه وطني ترى مو بسيط يعني من عهد محمية أساسا محمية وافتتح الملك فهد الله يرحمه الموية ذي اللي تنزل هذه من وين؟ أي موية؟ في زي النهر كذا في سيسد؟ ايوه ترى سيسد كبير مرة ما أيوة ادري في سدود في في مويه تجري بعضهم يقول من عين زبيده اللي متجه عين زبيده ايوه ايوه مع الهدى الى تقريبا الى العراق اظن ايوه عين زبيده ما شاء الله في مصيار هي مويه تنشرب تنشرب عين زبيده جايه من العراق شرب منها كثير ما ادري انا ما قد جربت ما قد جربتها ولا ادري من حد يشربها والله في كثير يشرب منها اي عين متواجده أيوة. سيسد الردف الشفا الهدى هذه من افضل المناطق والله اي مكان تروح له في الطائف يعتبر تمشي ما احتاج الجو جوها من طلعنا الشفا الهدى ويكفي من اهل لبلب والله نعم والله في عندكم شعار يقولوه مرحبا هيل مد السيل اعتقد عد السيل مد السيل منين نجيبه ما ادري المهم كويس اني جبت الشعار كمان ترحيب طويل يا اخي وش نسوي من محبتك خلاص شوف حقنا جده غير مرحبا هيل كويس انك حفظته تجمع القهوه والسيل والماء يعني تكونها كلها وانت الكلام بس في الشيل حقتك ما جبت طاري البرشومي لا ما طاري ما كنت احسب انه بتوت السنه هذه ان شاء الله السنه الجايه بس على فكره البرشومي لو فعلا اهل الطائف عرفوا يسوقونه مضبوط مثل ما تسوق التمر السكري في القصيم اي والله تمام مثل ما تسوق يعني لو غلفوه مثلا بدل الكرتون ذا في مغلف يعني منه لا 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 بطريقه حديثه يعني بطريقه حديثه كرتون كذا يدلع الكرتون صوره الحبه كذا بشكل ست حبات بتبيع الستة ب10 انا بقول لك شيء ايش بك انت ليه يا اخي شيء والله انا العمال يشترون الكرتون ب6 ريال ايه؟ من الحلقه شايف طيب. سوق الخضار يشترونه ب6 ريال طيب يروحون يقطعون يبيعون حبتين بريال مقشر هذا ابو ستة يبيع يقشر طعم حبتين بريال صغير. يعني فيها كيف البرشومي ان جيت على فوائد ان جيت على غير كذا انه من الـ يعني من الـ هو يعتبر من الصبار ومن فئه الصبار يعتبر فاكهه يا اخي ما تسقيه ما يسقى اصلا مو هذه بالشوك ما يسقى مويه اصلا ما يسقى يزرع في الجبال يزرع في اي مكان ومويه ما تصب عليه ولا مويه سبحان الله ان كان تبغى مثلا انه تكون الحبه كبيره وتهتم تسقي لكن اللي ما يسقي ترى عادي فأنا في منه عندك سكر كذا صح يعني في بالله سؤال طعم جميل ايه سؤال البرشومي يعني من يوم ما عرفته لما اجي اكله تيجي الحبات هذه اللي فيه خلاته بتنبلع هذه تتقرمط ولا تنبلع؟ تنبلع ابلع ما تتقرمط تزلط زلطه لا تنزلط اللحم ما تمدغ تبي تمدغ شباب على طاري قرمطه وتنزلط زلط وتعفيس صيف الغربيه ويعفص نبي نعطي الكلمات هذه المصطلحات اللي ممكن حتى فهد ما يعرفها والله بعضهم ما يعرفها ترى في بعض الناس ما يدري ان الطائف لهجه الطائف خاصه فيه ايه سبحان الله مكه فيها لهجه خاصه ممكن جده والمدينه قريبين من بعض بس يفهم مكه يعني في فرق بحسب القرب ابو فزاع كلهم يفهموا اللكنه المكاويه اللي هي حقه الحاضره اهل الحواري لكنتهم غير صح
اول يعني زمان ممكن الحين اختلفت اتكوا على الراء شويه بعكس جدة والمدينة مو مرة ايوه زي كذا شوف اللي يتكي كده على الراء هذا 99.9% مكة. طيب ايش الكلمة اللي من الحجاز ودقروا لك فيها يعني ما فهموها؟ والله كثير. شو دقروا لك هذه برضه؟ والله هذه دقروا لك هذه دقروا لك انا مرة اتكلم مع واحد طبعا احنا بادية ومن اهل مكة وتعرف مكة اللي مكة ما هي طيف واحد اطياف خليط اي خليط فمرة قلت لواحد دوبني وصلت قال ايش؟ قلت دوبني وصلت دوبني اي ما هي دوبني ما يعرف دوبني يعني توي قبل شوي هلا الان يعني بالسوري ايش؟ هلا 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 باللغه السوريه بالعراقي انا عني بالسوري بنقول هلا في بيتنا انا هنا في الرياض مره قلت لي واحد دوبي هلا هسا في بالسودان في بالعراقي صح؟ ايوه هسا وايش؟ دوبي غلقت لا لا فين فين؟ هنا في الرياض شوف الرياض نطقها صح ترى الرياض الرياض هي ضاد ضاد اي ضاد بس هم غالبيتهم يقولوا ضاد وانت قلتها صح اي انا قلتها صح انت صح اكتشفت ايوه في هنا كيف تعرف يفرق بين الضاد والضاد لازم تقول له ابو عصايه لان لو قلت له ضاد حيقول لي ايوه ضاد احسبها الضاد العاديه فلازم تقول ابو عصايه زي حرف البي والبي في الانجليزي لازم تقول له بطن وبطنين بالله يا صفق يا جماعه والله كلام كبير كلام كبير شوف يا عمده انت وين تدرس في النحو لا تنسى الموقف اكثر من اكثر الحروف اللي تخطي فيها الناس اللي هو الضاء والضاء ان طلع اللسان والله فهو بعصا وما طلع طعمك هو في بيته يعني والله في سوره الفاتحه شوف من يكون امام يصلي يعني مو امام انا قاعد يعني اجرب ترى غالبيتهم ترى لو تلاحظ يقول ولد الضالين الضالين لا غلط هي لا الضالين ولد الضالين كثير تصلي وراهم يكون امام صح ويقول لك الضالين ولا الضال ترى هذه مشكله في الكتابه ترى هذه ما ينتبهوا لها لو هذه الكتابه شوف التعليقات في الكومنتات تلقى الناس يلخبط في الضاد والضاء بما اننا في الموضوع هذا انا منتظرك يقول لهم منتظرك منتظرك يعني خلاص هو اعطانا من دون عصايه على قولهم شفت حاجه وفي نقطه قواعد من اول اقطع كلام هذا اعطاناها الان عند اخراج لسانك هي بعصايه ابو عصايه ايوه ما خرجت لسانك فهي والله احنا المفروض في المقررات في منهج سعودي خاص يعني زي كذا ابو عصايه ابو بطن ابو لسان لا لا الموضوع اللي تكلمنا فيه هذا عشان نفيد الناس في الموضوع ذا يعني انت بتقول ولا الضالين في حاجه برضو اكبر انا شخصيا قريب يمكن في بعضنا الى الان يخطي فيها اللي هي كفوا احد مضمومه دائما نقول كفوا احد الفاء مضمومه ايه وهي اصلا كفوا احد كفوا هي فاء مضمومه الواو هذه من الاغلاط اللي احنا نقع فيها بس على سالفة ولا الضالين ما شاء الله ما شاء الله خرج غريب والله واحد برنامج فتاوى الان والله حلو لا لا لانه نمر فيها صح ولا لا الآية او السورة مثلا تقرا كثير في الصلاة يعني حتى في ناس مو حافظين غالبا نقول والله واحد الله صمد فهذا محفوظ يعني نقول والله واحد بس انه هذه مشكلة فعلا يغلط فيها كثير بدل ما يقول كفوا احد يقول كفوا احد قريب والله كل واحد يصلي وراه قراها زي كذا على طاري الأئمة والآيات صراحة صراحة أهل مكة كل أهل مكة يعني في ميزة فيهم أنهم يصدروا الأئمة خلال شهر رمضان لكل مناطق المملكة صحيح يعني عندنا ما شاء الله حفظ كتاب الله بشكل غير طبيعي جميع الجنسيات وأصوات يعني جميع الجنسيات من جميع الجنسيات كلام أهل مكة من جميع الجنسيات صادق عنده بالأصوات وحفظ يعني أحمد وين كنت يا أحمد كنت في بقيق ولا لا في بقيق إيه كم سنة في بقيق في بقيق أربع أظن سنوات تقريبا وقبلها كنت في النعيرية من 3 سنوات راعي بلد الباقي كله الباقي كله في مكه طبعا بس رمضان تروح رمضان اي اي رمضان اي طيب ما دام انت رحت بقيق ايش رايك نروح فاصل ونرجع لكم نروح يلا يلا بسم الله نشوف فاصل, فاصل ونواصل ونواصل توكل على الله والفرحه تغشانا جينا جينا والشوق يحدينا في صيفنا يا مرحبا فيكم يا شباب ياسر حبيبي الله يحفظك والله العظيم بالله نسيتنا اسم اسمه ايش ايش فيه شخرشتنا الحين ما واحد لا ريح الهواء حاسب طيب شباب شباب نسيتنا عنده شباب دقيقه اكسكيوز مي اكسكيوز مي صح انجليزي اكسكيوز مي يا سيدي نبغى نلعب بالضبط صراحه نبغى نلعب لعبه اسمها ولا كلمه ولا كلمة نفسنا كذا علشان بعدها ممكن الواحد ايش يدينا حاجات من عندك ايه يلا خلاص ابو فزع اوكي ابو فزع بما انك انت ما شاء الله قائدنا وحبيبنا قوم تعال انت اول واحد حكم في المسابقه طب اشرح بدون كلام ولا ولا كلمه طبعا هي اسمها ولا كلمه احسها مضاربه هي بدون ولا كلمة, انا راح اعطيك مثل من الامثال تعال هنا يا فهد وبرضه عمده تعال هناك
مشوار ترى حنعطي حاعطيك مثل من الامثال بس لا اسمعوكم لا اي المثل هذا انت راح تمثله حلو للشباب اللي راح يجاوب راح ياخذ نقطه بعدها حتقعد ما تكلم ولا كلمه واحد من الشباب انا اللي اختار لو ما مثلت كويس لو ما مثلت كويس يعني ايوه حتقعد تجلس تمثل لهم بكره لا احصم عليه احصم عليك ايوه اعطيني وقت افضل ايه الوقت ايوه اكيد في وقت كم دقيقه عندك طيب. دقيقه دقيقه واحده كويس دقيقه واحده لازم توصل دقيقه واحده اوكي يلا بسم الله اتفقنا عندك الدقائق لا مو عندك انت بس بدي اقول لك كم كلمه اشر لنا اقول كم كلمه سنحسب الدقائق يا اخي طيب يلا يلا اعطيك اول واحده تبغى شيء سهل ولا صعب؟ لا اصعب شيء عادي اصعب شيء اقسم بالله اعطيك حاجه اوه تمحط لا خليني اشوف بالعكس ليش هو بيمثل نفس المثل هذا لنا هو اللي بيمثل ايه ايه سهل في اصعب من كذا والله جيبها هذه طبعا انت عارف اول شيء تقول لهم كم كلمه ايوه وبعدها تقول لهم ايش هو ها هذه وفزاع احنا نحاول نساعدك عشان ايش هذه ها 1 2 3 4 5 6 اوكي اوكي عرفتها واحد شوف لو سمحت سريح سريح ما اتكلم ولا شيء بس اشارات لو اشوف فمك بس ولا ما في يلا لو سمحت عمده لو ما جاوبت ترى ممكن تصير يلا ايش حي طيب واحد رفزاع جاهز جاهز رفزاع يلا بسم الله 1 2 3 بسم الله كم كلمه كم كلمه السلام عليكم السلام 6 كلمات شاركوا شاركوا هذا القديم ولا جديد قديم قديم حلو يلا اعطيني الكلمه الاولى يا رب دعاء دعاء واحد بيضرب واحد كف الكلمه الاولى جنبها الكلمه السادسه الكلمه السادسه ايوه ايش هي يد على يد ضربني وبكى سبقني واشتكى غلط ايوه يد نحط استلام كف على كف كف اجيب لي اصعب شيء عندك جيب لي اصعب شيء عندك عشان ننطبق 30 ثانية بسرعة بسرعة اصبر اصبر لا بنيان بنيان وربي في واحد بيتلطش فيك والله بينه وبينك انت كذا ايش قاعد تسوي؟ السادسة هذا مع ضد الوطن غير السادسة ترى ما عرفناها يد طبقة طبقة يد بناء شيء من البناء انت اللي والله انها سهلة سهلة مرة بس اول مرة اشوف احد يمثل يسوي زي كذا وضع وش هذه السكينة سكين ها غين 4 ثواني 57 57 والله انا بفكر بكلام هذا وقف ايش بالله ما في ولا لغز ولا شيء ايش هو؟ استهبل بس الدهر يومان يوم لك ويوم عليك يسوي لك كذا عليك كيف الدهر؟ ابغى كلمه ما في الدهر انا ما شرحت الدهر والله افضل كذا مثل اسمع صعب شوف اللي يجي اقسم بالله اقسم بالله بكره ما اجيب الشيء ابغاكم تجيبون عليك هذا يعطيني طعم ابو فزاع كلمه واحده بس وانا عشان عارف انك تستهبل جلسه فيك سؤال 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 قد مثلت قبل كذا أول مرة هيا اجلس يعني رويته لا والله انت كما جاش تكتك علينا أبو فزاع معلش طيب ثاني واحد حيمثل معانا العمدة أصلا لعبة بايخة ايوه والله بالله متى آخر مرة شفتها ومتى أول مرة شفتها يا أبوها أيام 1900 وخشبة يعني ما تبغوها ما تبغوها اسمع يا فؤاد المهندس كان في التلفزيون يلا يا فؤاد المهندس تعال 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 خلينا نشوف تمثيلك صاحبنا شكله حيجيب دقيقة والله حاس في عيد اذا قال لكم كلمة انطقوا كلمة لا تقعدون تعطونا روح ابو فزع ابو فزع ابو فزع اطلع مثل صعب والله مرة صعب لو سمحتوا شباب شباب انتوا انتوا باردين ترى فهد لازم حرب ازعجنا يا اخو هيا قاعد حمس كفهد باردين طفي المكيف ها يا ولد هذا بعرف انطقوا لا والله سهلة والله سهلة يا ليش ما خاب من استشارة هذا عمدة ما خاب من استشار سهله ولا صعبه صعب غير احنا نغير طيب والله استشار كيف اجيبه والله خلاص 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 اقعد اقول لك خلاص خلاص عمده ما خاب عمده خلاص يلا هيا هذه ها هيا هذا هيا بس روقنا اذا كل العمدات زي كذا يلا بس بس دقيقه يا شباب 1 2 طب دقيقه هو مثل عشان ما اعرف اشرحها اكيد هو مثل هو اكيد مثل يعني اسكت 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 ابدا كم كلمه كم كلمه 3 كلمات ايوه سعدوه يعني دراجة تدور يجري جرى يجري يدور يسعى يهندل يمشي يمشي هدي وتعدي خلاط الطماطم يجري 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 ايام دوارة الدنيا دوارة الوقت 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 قطعك الكلمة الثانية غير اي شيء الكلمة الثانية سهلة الكلمة الثانية مع بعض
واللي بعده زيها ايش كل والله سهل حرام مطبق كمل 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 ترى سهله ترى سهله قرنين قرنين قرون خروف يا اخي الشيطان كيف يمثلوه لا 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 يا اخي طيب يا رايد خلاص عملت تفوزني وانا خسران بس قوموا مثلوا للشيطان ما يحتاج يوقف على الطبيعة يعني انا يا شباب بالله يا شباب الاولى العجله لو سمحت العجله رايد رايد خلاص انفضح المدرسة العجله من الشيطان بالله صعبه طب خلاص سويت اي شيء في عجله سويت كذا سويت كذا سويت كذا ايش يسوي يعني انا مو ذنبي انتم ما عندكم سرعه بديهه انا احلى شيء بعدين الشيطان على كيف امثله يعني احنا عندنا الشيطان في بالنا شيء له قرون احمر انا اللي عجبني الشيطان يسوي ملعقه سريح هذه هذه قرون سريح انا غلطان اني خليتك تمثل سريح يا اخي جيب من جده وجهك ياسر سنان ملك الكوميديا والتمثيل ايش دخل الكوميديا في التمثيل اذا كان المعد فاشل انا ايش ذنبي هذا قصدي احنا اوريك التمثيل ايش يزعل علينا ذكر لا بيحشرني ترى والله جد الامثال ترى مره صعبه هاي تعال جيب اشياء بسيطه بعتك من قزاز حجر لا 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 انت لازم تكون ممثل انت دحين هذول يقول ما مثلوا انت لو ما وصلت هذا الحين في هاي جيب لي الشيطان لا هاي اول شيء المهنه وش هي عشان نعرف يوصل معنا ريكشن ريكشن الكاميرا زوم ان والله صعبه ها والله صعبه طيب والله صعبه هذه مره سهله ايوه هذا اوكي اوكي هذه مره سهله نحسبها واحد اثنين هذا نحسب واحد طب نعيد من جديد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه حتجيبوها حلو هذه حتجيبوها خلاص ايوه يا رب متجاهزين؟ والله اني متفائل فيك جاهزين؟ اهم شيء شارك شارك لا المبدع خلينا نسوي هذه كذا انتبه لا تطفي هذا بعدين اطلبني رقم سري واحد اثنين ثلاثة ابدأ ستة كلمات الكلمة الأولى الكلمة الأولى جنبها جنبها الكلمة الثانية جنبها الثالثة جنبها على جنب الرابعة والسادسة لا لا يلا الأولى طيارة عصفور طيارة انتبه لا تطيح بس انتبه طيارة ايش؟ طيارة ايوه عصفور 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 على الشجرة عصفور على الشجرة ولا أكثر من أكثر من الشجرة ما حد جابها عصفور على الشجرة عصفور على الشجرة ايش ايش عصفور على اليد ولا على الشجرة ولا عشرة لا لا والله ما حد جابه صح ما حد جابه ما حد جابه صح عصفور على اليد ولا عشرة ولا عشرة الشجرة أبو فزاع تحية أبو فزاع يا جماعة مدير كبير مدير كبير ما مثلت اليد ما مثلتها وانت بتمثل ياسر سنان يا سمير ياسر سنان سمير ياسر وانت بتسوي كده والله جات على بالي انشود الطائر والنورس احمد مامي خلينا نشوف تمثيله الله يستر احمد ممثل كبير والله ماليه بالتمثيل سامي يا ياسر انا ترى ماني مقتنع والله شو اديتك شيء سهل والله وانت يعني والله زي تديني شيء ابغى كلمتين بس ظبط ظبط طيب ابغى كلمتين بس الوقت عندي ايش سويت بس كلمتين احمد مامي عشان تمثيل على قدي والله احمد مو عشانك اطول مني استنى الوقت عندي احمد مامي دور له مثل شعبي قديم سرق اللقمه من قدامي هذه حلوه ولها حكمه يا جماعه فين؟ سرق اللقمه من قدامي هذه لا 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 هو سهله يعني اقول لهم يلا احمد كلنا ما جبناها يا احمد والله سهل والله حرام عليك طيب يا ولد والله لا هذه 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 ايه هذه طيب يلا انت تبغى؟ يلا جاهز نبدا؟ والله شك والله انت عارف شكله بيغني تمثلها مرتين بس سيبك من الكلمات سيب بس سوي لهم كذا وكذا ويعرفوا لا مثل بداله سمير هاته طيب امسك يا كثير الكلمات يا اخي قول لهم 17 كلمه يلا قول احنا انت اعتبروها خمسه بس انتوا خليكم معي عطنا بس عطنا طيب واحد اثنين ثلاثه ابدا احمد مامي ايوه ايوه حلو لسانك حصانك صوت وصانك بس انت وين خنت وخانك طب ما كملت المثل سبعة ثواني يا اخي مو انا دقيقه معلش انا عندي مداخله في هذا الموضوع شباب ابغى سمير دقيقه ابغى سمير ايوه يمثل خنته وخانك هي مثل شو كمل المثل بالتمثيل هو اذا قال لسانك ما فهمتني ما فهمتني ما فهمتني ما فهمتني انا كنت بمثل حصان ترى تسوي لي تمثيل مو لازم خنته وخانك يا مسلم افهمني كذا سوي انك ما انت فاهم خليه يعدي لا اروح اقول له بالله مثل لي ان خنت وخانك انت اهم شيء جيبه ما فهمتني ما فهمتني لا لا ابغاك تمثل لي هي انت ما شاء الله ممثل محترف
السلام عليكم. شفت؟ يا ولد شفت له انا ترى قاعد اخرج من باقي انت كله. باقي انت ايش فيه؟ طيب الان واحد يديني طيب اذا هذا انا اعطيك هذا احمد والله ناوي اقل واحد مثل وجاب هذا احمد مامي طبعا الله اكبر ايه لا ننسى صفقوه احمد والله صفقوه يا شيخ انت احمد مامي احمد ياسر والله بس المشكله انك انت مجهز انا بعطيك ايوه والله شوف جاهز ومبسوط وماسك راسي انتبه دقيقة نحسب والله دقيقة احسب دقيقة اصبر اوريك يلا جاهز واحد اثنين ثلاثة انتهينا وقف خلاص انتهت دقيقة انا ما حتكلم انا ما حتكلم واحد جرب ما حتجرب جلدك الا ظفرك قرد ايه جلد مو جلدك يا سلام يا سر حلو عمده بالله اشتغل والله هذه واحد من الاساسيه واحد جربان انت مشكله انت فيك مشكله يعني ايش كذا جربان؟ جربان واحد يعني الجربان حيحكها كذا جاور جرب اما كذا قرد معروف ما فيها شيء بعدين اطحن دور القرد متمرس المشكله انا قلت له سهله بعدين فكرت قلت والله انا حمثل القرد هذه مشكله الله يسامحك الله يسامحك محشوم محشوم والله يعطيك العافيه محشوم اي والله هو التمثيل وكذا ولا لا ايوه ايوه التمثيل بس انا والله لو اديتك مثلا اتحدى واحد فيكم يقوم يسويه هو ذا التحدي هو ذا التحدي حلاصق ملاصق في كل شيء لاصق هيا قوم سمي سمي هذا لغز حلاصق فهد ما قام يا توزيع ادوار وين؟ فهد ما مثل؟ ما مثل اي والله اقدر اوصل اي والله انا جالس اوف سمير 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 حاجه مليطيه تعال امسك 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 الوقت امسك والله اعطيك شيء عندي لا هو ساكت ترى ساكت ما تكلم ولا قال شيء انا ما ابعد عن الوقت دحين اعطيك حاجه حلاصق مراصق بكل شكل يا حبيبي ترى اللغز تراني معلم ايش ذا؟ اسمع الفزاع الفزاع اي والله لاصق في كل شيء جد يقول لك معلم يعني انا ممثل يعني صح؟ اوصل المعلومه اكيد ايش وجه الشبه بين المعلم والتمثيل؟ ليش تقول لي انا معلم؟ استراتيجيات ها؟ ايصال المعلومه ايصال الله اكبر حياك الله تفضل شوف لاحظ فهد هو بيمثل كذا حياط حتى في التمثيل انا خوفي يقول اشياء ما ينفع جوال ما ينفع ياسر جوال الوقت 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 حكم الوقت والله خرجه الوقت من زمان انا على الجوال سويت شباب 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 لو سمحتوا لو سمحتوا شيخ شباب قولوا بدون والله سهل والله سهل بدون نحسب الدقائق عادي تمام يا ربي يا كريم عاد والله انها صعبه ايه خلنا والله يعني مثل والله إيه مثل بس شباب فزع يلا وش يا ياسر يلا 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 الوقت يلا جاهز يعني جاهز علي انا شباب شباب لا تزعلوا مني والله للان رسمين طاقين القلابات شوف يا عم والله اني جالسه مغاط على هذه على هذه انت ما تعرفني ترى كذا ما عندي بعدين بعدين فهد لما جاء المكوى جي نشي نشي الرقبه معاه مع الغطره بيدور كذا قاسية مرة والله بيبنى شد عمه يلا يلا فهد يلا يلا بسرعة بسرعة يلا جاهزين واحد اثنين يلا يلا ثلاثة شغلت؟ ايوه والله قاعد يسلك على الواتساب والله شغال ياسر لو سمحت خرج ياسر لو سمحت يلا يا يلا ابدا 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 يلا ابدا يلا بسم الله تحشير هذا بديت نونو 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 طفل رضيع رضيع بابا جل الله نفسه على حجر كم علمي على فجر العلم في الصغر العلم في الصغر قريب العلم في الصغر لا قريب لا اسقط العلم يا مهد للحد لا اطرد العلم في الصغر كان نقش على الحجر لا 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 يا شيخ من جو بيت بيت لا تحرك فمك نونو يا الحفظ في الصغر كان نقش على الحجر الحفظ في الصغر علمته لا طفل الاكل في الجمر اكل عنب حبه ايوه شبع على شبع ما شبع على شبع عليه ما شبع على شبع عليه شبع على شبع عليه كم انا جربت له ايش دخل البيبي في ذا المثل ما شبع على شيء ماني عارف شابة ايش دخل هذه شبع ايش دخل البيبي مثل حقت قريب شبع طيب انت تدري ان هذه صراحه عيده مره ثانيه هذه المسابقه ترى من افضل المسابقات اللي بنلعبها في والله العظيم في تقديم البرامج وكذا حماسيه خاصه اذا كانت للشباب والعوائل والهذا سهله بحيث انك انت تكون في المسرح تمثل اللي يجاوب ياخذ الجائزه دايركت يعني او انك تخليها بالنقاط حلو فالمسابقات كثيره والله انا عندي لعبه والله عندي لعبه ممكن نسويها وفي اليوم في مسابقه ياسر عنده مسابقه جدا جميله اليوم شيء حماسي قد شيرات فهد اي والله ادينا احنا معك في شر ولا في قدام
خدمة يعني يعني زي يعني زي حاجة حماسية يعني يا ودي يلا لا والله يا شيخ هذه ادينا هذه اي شيء اذا احمد جاهز ولا فكوا يا عادي لو ودك فكوا يا عيال روح 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 فك عندك احمد ما هو بس فك يا احمد من يوم ما حط استوديو وتغير عليك اي والله ليه افضل عليك والله ثقل ثقل عليك مش احنا انا يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي يا يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان الله يا عويد الخيزران امان يا ربي يا جيتكم عابر سبيل قلبي تذكركم وحن معذور من كان السباب امان يا ربي جيتكم عابر سبيل قلبي تذكركم وحن معذور من كان السباب امان يا ربي اسمع اسمع يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي امان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران يا طير ما هذا الهديل هذه شجون للعيون وشوق ودموع العتاب امان يا ربي يا طير ما هذا الهديل هذا شجون للعيون وشوق ودموع العتاب امان يا ربي اسمع اسمع يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي امان يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي اهل الروح ما عندي بديل ولا يعوضها ثمن هذا نصيب وان كتاب امان يا ربي اهل الروح ما عندي بديل ولا يعوضها ثمن هذا نصيب وان كتاب امان يا اسمع اسمع يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي اسمع اسمع يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي غنيت للخد الاسيل العين والقد الحسن واغرت نفسي بالعتاب امان يا ربي غنيت للخد الاسيل العين والقد الحسن واغرت نفسي بالعتاب امان يا ربي الله الله يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي امان يا لدان يا لدان يا لدان يا لدان يا عويد الخيزران امان يا ربي امان امان يا ربي امان امان يا ربي امان الله عليك طيب رد عليه رد عليه طيب 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 يهجوك هجيل ايش هو؟ شعر جاهلي؟ يلا طيب 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 وطنية ما دام كيف الله عليك وطنية تاريخ فيه زي بس رحت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني من ايش راح هذه؟ حلو يلا بعد طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني سهلة هذه انا لما كلمتني طب اشرح لنا بداية طرقت الباب ايوه حتى كلمتني يعني كلمتني يعني حتى تعبت لا 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 شرح لي كويس الاولى الاولى أيوة حتى كلمتني كلمتني ايه فلما لا 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 كلمتني لا 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 كلمتني غلط طيب راح اشرحها صح طيب ما كلمتك انا اشرح لك ها فزع روح روح لا والله بعدك لا انا ما انا بقول له اشرحها استاذن يعني وبعدين اقول لك انت اشرحها لا لا عندك لا عندك انت يمكن اشرحها والله يعني طرقت الباب أيوه؟ حتى كلمتني ايش هو المتن ايش هو المتن 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 يا سلام تمام يا سلام فلما كلم هذه ايوه فلما كلم يعني تعب ايوه تمام كلم يا سلام عليك الله مشاركه ما ينفع بالله سلام واخر مره يا احمد خلاص قول لما تعبتني ليش كلمتني زي كذا قول تعبتني هدك هو لغز طيب عشان لازم تحله صح ايوه ايش بك طيب نبدا يلا بعود هيا خاطب معي يلا احنا معك 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 في شر ولا في قدر يا مالكنا طابت ايامك ولله درك انت بيضت الوجه اللي غضبها كبت
أنت بيضت الوجه اللي غضبته القرار الصعب فيك ومن كل ما غرك وأنت في موقف معزي يا ملكنا ثابت وأنت في موقف يا مالك علم اللي ما درى مدري طمع ما درك الجموع اللي قبل طبعت بنا وش جابت الجموع اللي طابت الجموع اللي قبل طمعت بنا وش جابت والجموع اللي قبل طمعت بنا وش جابت العدو اللي ضمن خيرك وغرى شرك عانمي قفه هزيل وفي خوفه نابت عانمي قفه هزيل وفي خوفه ذابت العيال شوفوا قلت الله يا ولد حقني لا لا وش اجيب لكم طيب؟ والله طويل شوف اسمع الترديد ودنا نسمع الترديد طويل ما احنا حافظين المعنى فيها كلمات قويه وخلاص مو احنا قاعدين والله انها حلوه والله حلوه عطينا الكلمات بدون لحن يمكن ايوه صح عشان نحفظها محمد تحفظها يا شيخ والله صعب انا انت شوف من الليله ان شاء الله لما نرجع ان شاء الله الفندق تعطينا هذه الحاجات عشان نحفظها وبكره نخش كورال معاك والله من جد لانه احنا الحين زلطه شي الزفه والله هذا با 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 لا كنت من صفك كويس من صفك دوما نقول اللهجات حول بعضها لا لا ما فهمت انا الحفظ الحفظ لا الحفظ الحفظ يعني انا فاهم كل كلمه من قوه الحماس ودي اخرج بالرمايه الحين في الساحه بس قصدي انه ايش ما حافظين هذه وطنيه لوالد الشاعر هلال قليل ونعم ان شاء الله ما عليك زود يقول يا ملكنا طابت ايامك ولله درك أنت بيضت الوجيه اللي غضبها كابت القرار الصعب منك وفيك لا ما غرك وأنت في موقف معزي يا ملكنا ثابت علم اللي ما درى مدري طمع ما درك الجموع اللي قبل طمعت بنا وش جابت العدو اللي ضمن خيرك وغره شرك عن ميقافه هزيله في خوفه نابت الشكر لله ثم يقابلك ويبرك يا الملك اللي بها مال العرب ما خابت والوطن حنا حماه والوطن حنا حماه وكل علمي سرك والحدود مبرمجة بعيوننا ما ذابت والحدود مبرمجة بعيوننا ما ذابت سلامتكم حسان لا سلام الله يرضى عليك الله يسلمك حبيبي الله يسلمك تحيه الوالد امه متحمس امي بعدين والله انا متحمس من باذن الله والله شوف والله. انا كان ودي عارف بس شفتها طافت قلت بلا يعني اطلع والله ما ادري ما تدري ايش الكلام صعبه صح انا مشكلتي ما حفظتكم من البارح يعني المفروض ايوه من بدري ايوه بس مسوي شوف احمد مام اللي يقوله سهل ما عليه لا 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 احمد ما شاء الله طيب احمد سمعنا المجس كذا يعني مجس طيب سمعكم موال يلا انا في فرق بين المجس والموال ايش الفرق واعطينا مجس وموال الموال طبعا يكون باي مقام من المقامات تمام مقامات اساسيه طبعا المجس الحجازي لازم يكون بطابع حجازي طابع اهل مكه له طبع معين ولازم يكون له جواب عرفت كيف اقول مثلا يا لا 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 عرفت كيف هذا المجس لكن موال لا يجيك القاء عادي ما يحتاج انه يكون له رد وزي كذا ايوه هذا موال ايوه طب اشرح بدام انك لك في المجسات نبغاك تشرح كلمه مجس ايش يعني او جسيس المجس هو ايش جس نبض الجمهور عرفت كيف بحيث انه مثلا اقول حاجه اجس نبضهم هل هم متفاعلين معي او ما هم متفاعلين بحيث انه يكون في ربط بين انا وبين الجمهور طب ايش الفرق بين المنشد والجسيس الفرق بين المنشد طبعا تعرف يلقي اناشيد سريعه يكون غالبا الجسيس حس في مناسبات غالبا لكن الجسيس لا غالبا في مناسبات تمام ولو حاجه خاصه معينه يقول الزواجات مثلا تعريف الجسيس الناس متفق يكون في اسم العريس واسم العروسه احيانا ولقبهم زي كذا في الترحيب يعني تعريفك للجسيس متفقين كل الناس على التعريف اللي قلت انت غالبا غالبا يقولون اللي جس نبض الناس جاهزين ولا مو جاهزين اكيد ايوه عرفت كيف ونخش في الموضوع نخش في الموضوع عشان ما الحين مجس ولا موال ايش تبغى موال خليه موال اول خليه موال وممكن انبرش خلاص يا احمد داخل موال خلاص احمد ادينا انبرش وسط الشارع وممكن اخش نشيد يا ابوي طيب ترى يسوونها تنشد يمشون اسمع انت لما يقول لك فاصل اغمز لي اقول له انشد يصير يطلع فاصل ما يسمع سمعنا يلا يا ابو نواف الله الله الله
طبعا هذه هذه يقولوها في ناس يقولوا ايش هذا يا ابوي تعبت مهندس الصوت وراك الصدع يرحمك انا في 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 بعض الحاجات يمكن الناس ما يعرفوها ليش كل منشد يطلع يقول مغني بس منشد ها يا سلام امسك التون امسك الطبقه انا بطلع بطبقه معينه مثلا خلاص هاي الطبقة انا حافظها مثلا احنا المنشودة المنشود هذه مثلا او المجلس هذا بطبقة معينة احنا المنشودة اللي ارتاح فيها اللي ارتاح عليها برنامج انت 12 عادي يعني انت 12 عادي يعني خذ راحات والله ما ادري احمد احسك جالس تبكش علينا عشان ما نفهم بالكلام يا شيخي انا مهم مبدأ عشان مهندس الصوت تعب ويسوي كذا يطلع وينزل طيب يلا ترى انا قاعد اخش معاكم مواضيع يا احمد يا ولد اطلع فاصل يا ولد اطلع فاصل لو علمت الدار اوكي ما قلت عشان كذا طيب لو علمت الدار لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باء موضع القدم وانشدت بلسان الحال قائلة اهلا وسهلا اهلا وسهلا بأهل الجود والكرم عيني لغير جمالكم الله عيني لغير جمالك يا عمدة عيني لغير جمالك يا عمدة تنظر الله الله وسواك في خاطري لا يخطر الواد حبني صبرت قلبي عن حبكم فأجابني الله الله صبرت قلبي عن حبكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم ايش تقول انت هو وعلى محبتكم اموت واحشر حبي لكم حبي لكم يا صيف الغربية حبي لكم طبع بدون تكلف والطبع في الإنسان والطبع يا ياسر والطبع يا سمير والطبع يا فهد والطبع يا أحمد في الإنسان في الإنسان لا تغير يا أبو فزاع يعطيكم العافية ما شاء الله ما شاء الله أقول ما شاء الله عندي لك هرجتين أيوة واحدة حلوة واحدة ما حلوة الحلوة تكفي من دون ما حش ما شاء الله تبارك الله الصوت جميل الله يسعدك وابدع ابدعت صراحة وونسنا انا ايوه الهرجة الثانية انه من اول احنا في فاصل ترى لا بالله بالله
لا 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 مو فاصل مو فاصل شوفوا بالله ها بالله من جد شباب لا 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 صار الموضوع من يدينا لا لا من جد والله بصراحه شوف اول ما والله درك ايه دخل جو احمد احمد غمزوا لنا بصراحه مو احنا ما حبينا يقطع لك المود غمزوا لنا والله بعيدها بس كانت حلوه ابو فهد احنا جايين من الغربيه عشان والله حرام مو صيف الغربيه صيف مامي نامي والحال يعني لا جاي بالله 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 من جد من الغربيه عشان نسمع بس حد بالله فاصل بالله اسمع ايش يقول اسمع ايش يقول ايش يقول يعني احنا جايين بس عشانك نسمع بس احمد مامي يعني بس ايوه ايش بك ما في احد ثاني ما في فهد مسكين من كثر الهياط تعب انت تحشر لي بس برضه ما حرد عليك بالله من جد والله بالله فاصل بالله احمد ما نستاهل انك تسمعنا والله من جد لا بالله بالله الحين فاصل الموضوع ذا بالله لا بقول شيء والله وسوس لا والله من جد والله وسوس احمد احمد تقدر تعيد اللي سويته ما اقدر ما بنفس الاحساس ما لا والله ما جالك بنفس الاحساس اللي قبل شوي مجلس ولا موال طبعا دمجت على الهواء لا عشان ما بتعب نفسي على الفاضي لا لا انت مجلس ولا موال يعني اعطيت بلس انا عندي احساس انه بكره ما حيجي معاك احمد احمد دحين سؤال من جد ايوه اللي قلته دحين هذا موال 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 في في المقطع الاول دخلت زي المجلس كذا اديني المقامات صبا ايش 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 كان اشرح لكم يعني المقامات لا 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 اشرح لنا ايش اللي انت سويت هذه المقام غالبا كان حجازي مقام حجازي مقام الحجاز او مقام حجازي كله حلو لانه في مقام حجاز اساسي وفي مقام حجازي اللي ادوه بقول لكم حاجه من جد والله من جد عشان اقول لكم معلومه لا من جد والله الان عندنا كل مقامات تمام العراق ترى لهم مقامات يختصون بها عراقيين اهل الحجاز ترى لهم مقامات خاصه بهم هم يمكن ما حد غيرهم يؤديها بنفس الاداء ما في مقامات عربيه مثلا تشوف مقامات عربيه هي هذه الاساسيه لا انا اقول مقامات المقامات هذه اللي اقول لك عراقيه مقامات حجازيه مثلا هذه كلها فروع فروع تتفرع من المقامات الأساسية هذه اللي هي صنع بسحرك أيوة. تمام تتفرع منها فكل منطقة تمام لها مقامات أو أداءات خاصة بها وسميت أنت عارف إنه في مقام أكثر من 300 مقام فرعي طب اللي يقول عز الله مقامك هذا إيش المقام اللي يقول هذا مقام السماجة لا والله صراحة والله رد عليك والله رد عليك إلا أحمد جيب شو اسمه ترى وشو؟ أذان يعني ترى الأذان سبحان الله بالذات تبغى أنا أذن؟ أيوه أذن طبعا الهواء مو هواء يعني شوف بأمانة يعني شوف إدارة القناة انبهرت بصوتك وجابتنا أنا أبو فزع يعني لجنة التحكيم أكبر لك بس الباقيين منصتين بس انت لحالك تتكلم وتنشد وخلاص وخمس ايام احنا كل يوم نجي عشانك واذن ونرجع بيوتنا وانتهى الموضوع واذن وان شاء الله بطل اهرج اذن وتوكل على الله احنا احنا طيب يا شباب شباب نأذن ونصلي عنده مقام السيكا بعد مقام السيكا والله ما عندي اي حاجه في مسابقه عندك بعد الاذان ينفع يأذن في غير الوقت يا ابوي هو بيسمعنا ايش في المشكله ما ادري سمعت انه لا سمعت انه لا لا عادي عادي لا لا احمد ادينا الاذان بالمقام الحجازي ما في شيء يلا 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 تفضل تكبيرات بس ايش رايكم نسمعكم تكبيرات العيد ايوه حلو الله ايش رايكم ايوه حلو جميل الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله
بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله ما شاء الله. احمد صراحه والله العظيم شوف تكبيرات يا اخي عيشتنا جو. الله يسعدك رجعتنا. شوف شعرك مسلم على بعض حلاوه عيد وهذا مسلمين على بعض. ياسر عندك مسابقه عن جوائزها واليتها. عندنا مسابقه للجمهور على هاشتاج البرنامج اللي هو صيف الغربيه واحد. صيف الغربيه واحد. تكون تفاعليه مع الجمهور. حنطلب طلبات. هو اسم المسابقه اذا فيك شده صور وتحدى. حطلب طلبات. حطلب ثلاث طلبات. مثلا 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 مو هذه الطلبات. مثلا مثلا طلبت سبحه او مسبحه وطلبت طاقيه قويه وساعه مثلا. ايش تسووا؟ تروح تجمعوها بسرعه الطاقيه والساعه والسبحه وتاخذوا لها صوره وترسلوها على هاشتاج صيف الغربية واحد. اول 10 صور تجينا الثلاث الطلبات اللي طلبناها. اول 10 صور حنسوي لهم سحب ان شاء الله باذن الله نهايه الفقره يحصل على الجائزه. الجائزه هي ايش؟ الجائزه هي توله ولا ربع توله ولا طقم؟ طقم كامل. انا سمعت انه طقم اظن هو الجائزة عموم. بس عشان نكون واضحين مع الناس عندها مصداقية، الجائزة راح تكون دهن ورد طائفي من الكمال للعود. الكمال للعود ايوه اللي هي جائزتين. قيمتها وحجمها بالتحديد بكره بنقول لهم عليها، بس انها جائزتين للي يطلبوا للطلبات اللي يطلبها ياسر. حلو. الاثنين ياخذون يعني المركز الاول والثاني حنسحب احنا. لا 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 اطلب منهم طلبين انت، او عفوا خلينا نطلب مثلا انت تطلب صورة ونبغى نفعل الهاشتاج من ناحيه نبغى تغريدات مميزه. الله عليك. افضل 10 تغريدات مميزه نسوي سحب عليها. سحب عليها واللي لبوا الطلبات العشر الاوائل برضه نسوي سحب. اوكي تمام. يعني حتكون هذه مره واحده كل يوم. كل يوم كل يوم باذن الله حتكون عندنا اذا فيك مره واحده. ايوه احنا نطلب ثلاث طلبات مثلا. يعني مثلا اليوم اجيب الطلبات، بكره انت تجيب الطلبات، بعد ابو فزاع، يعني زي كذا نتناوب. نطلب الجمهور ويرسلوها على هاشتاج، واول اسرع 10 يرسلوا لنا اياها يدخلوا معنا في السحب ونسحب. جميل. ان شاء الله. حلو حلو. طيب بس ندخل نشوف الهاشتاج اذا جاهزين. اذا جاهزين اكتب على صفحه غربيه واحد جاهزين. ما دام فيها ورد طائفي وكذا خلينا نبغى نشارك احنا عادي. وانا ما ودي اقول للناس، وتقريبا قيمه الجائزه 2500 2700 ريال تقريبا. ما شاء الله تبارك يعني. بس ما ودي نتاكد اكثر واكثر، بس الجائزه قيمه وتستاهل. يعني مسابقه من شقين. والله فهد وردكم غالي. شقين اكيد. الاول تغريدات كويسه والثاني صوره. ولا كل واحد ياخذ. وناسهم غاليين والله بعد. ما كل واحد ياخذه. وناسهم غاليين. كان جبت لنا معاك اكتب الهاشتاج عشان ترى عندي دورة. احنا نجيب لك سوبيا من مكه، انت تجيب ورد طائفي من الطائف. عنده دوره يقول لك في زراعه الورد عنده. لحظه مين سوى الشاهده؟ فنان بعد ابو صيف فنان. سويت انك تفهم في الشاي يعني. والله يعني شويه. انت ماكل حلاوه وتطعم بال. لا والله لا، اللي سوى الشاي خطير. جيبوه هنا يعلمنا كيف. لا شيء والله مزبوط ما شاء الله محكور صح. ايوه طبعا الطلبات حتكون بسيطه، تكون في البيت كل يوم حنطلب يعني. حنطلب طلبات بسيطه، حاجه متوفره. ايوه حاجه متوفره يعني. سبحه موجوده في اغلب البيوت، اذا ما في سبحه مثلا نقول ساعه. ساعه موجوده. نظاره ملعقه بس منتهي صلاحيتها. قدر ملعقه اللي يجي قدر ملعقه بصل. بصل الله. ايوه الله بطاطس. يصير هاشتاج كله بصل. والله في بيوت ما ياخذ البصل. طيب اي خضره، اي فاكهه. برشومي. برشومي ترى تعجيزي، لا تحط. والله تعجيزي. لا كذا اذا قلت برشومي ما في الا حق الطايف هم اللي حيصوروا بس. اي ترى اسم المسابقه يقدر ترى احمد ينشده اذا فيك شده. ايوه طيب خلينا. اذا فيك شده صور وتحدى. ايوه اذا فيك شده صور وتحدى. اذا فيك شده صور وتحدى. خلاص خلصت. لا اللي هي يا قلبي تهنى وشد خبيرة معهم اطلب واتمنى اصبحت بفريق. ايوه واذا فيك شده اصور واتحدى. ايوه لاني خلص انت خليكم. طيب عشان ايش قالك شريف؟ فوزن بالجوائز عنده مشكلتك انت مشكله. اه يا جماعه الخير الهاشتاج صيف الغربيه الغربيه بدون تاء مربوطه ها وبدون ارقام. صيف عفوا هاشتاج عام. بغيت اقول صيف عام
هاشتاق عام صيف الغربية، بلاش واحد وبلاش كتاب مربوطة، خلاص الناس جاهزين، فانت ابدا الان حمسهم جاهزين حلو. خلاص كاتبينهم جاهزين حلو والله ما شاء الله تبارك الله جاهزين جاهزين. طيب حلوين، اذا الهاشتاق حقنا الرسمي الصيف الغربية بدون ارقام جاهزين، اول 10 حيدخلوا معنا في السحب. طيب خلينا ننتظر الجاهزية حقتهم ويتجهزون اكثر. حلو يا جماعة الخير، نبغى كلمة جاهزين اكثر. الجائزة تقريبا قيمتها 2700 ريال، شيء محمس حلو ويستاهل. يا سلام، طبعا ما شاء الله معروف جمهور بداية. الشباب هناك يسولفون، اعطونا صوتكم. معك فهد، ترى ما شاء الله احنا ترى المنشدين لهم جو خاص يعني، اذا كان في مسامير يعني نمشي احنا يعني ولا ايش نسوي؟ انا وزي زيكم احنا المنشدين بهم جو خاص، انت لك جو عام. فهد في شيء يعني من المعروف؟ لا في حاجه، في حاجه حلوه خليه يقولها بالله. مقام كذا فيه صبا نجد مالك يقول سمعنا. ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي يا مالالي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي هذه الله سلامت. لحنها خطير بصراحه، لحنها صح. ايش هي دانات؟ هي دانات. يا بديع الجمال يا غالي، يا بديع الجمال الصلاه والسلام تغشك يا نور العيان. اهي اهي بديع الجمال يا غالي، يا بديع الجمال الصلاة والسلام تغشى يا نور العيان. آهي 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 يا عمري. عدني؟ والله قدام في وقت؟ أنا أحب العدني. حلو. يا سلام، خلاص تحسهم جاهزين؟ والله أنا ما شاء الله شايف الأشتاق جاهزين جاهزين. بس نعيد شرح المسابقة يلا، وهم يكتبوا جاهزين، ها بعدين نرجع لك ونقول الطلبات. يلا يا جماعة الخير، احنا حنطلب ثلاث طلبات، حنطلب ثلاث طلبات. المطلوب منكم تنتشروا في البيت بسرعة، تجيبوا الثلاث طلبات هذه اللي حنطلبها، تحطوها تصوروها وترسلوها على هاشتاج صيف الغربية، بس بدون ارقام. صيف الغربية، اول 10 حيدخلوا معانا على السحب، يفوزوا معانا بجائزة مقدمة من الكمال للعود. الكمال للعود، اوكي جاهزين؟ اكتبوا جاهزين على بال ما ناخذ العدد من احمد مامي. الله نبغى جاهزين، نبغى نوصل ترند يا اخوان، طيروه يلا قوام. يلا احمد، يلا احمد. يا بدري لك نية واحنا لنا نية، نور ويبان سمير سمراء فلانية. يا بدري لك يا واحنا لنا نية، نور ويبان سمير سمراء حجازية. عدي اللي قصادي والطاري وقادي، الطاري وقادي عادي السمر بادي. روعات فنية، روعات فنية. عدي اللي قصادي والطاري وقادي، الطاري وقادي الله. عادي السمر بادي، روعات فنية، روعات فنية الله. عادي اللي قصادي انا والطاري وقادي، عادي السمر بادي، روعات فنية. يا بدري لك نية واحنا لنا نية، نور ويبان سمر سمراء فلانية. يا بدري لك نية واحنا لنا نية، نور ويبان سمر سمراء حجازي. نور ويبان سمر سمراء حجازي. نور ويبان سمر سمراء حجازي. الله ودان وداني ودانا، ودان وداني ودانا.
ودان ودان ودانا ودان ودان ودانا عدو صغير اسمع 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 ودان ودان ودانا الله ودان ودان ودانا الله ودان ودان ودانا ودان ودان ودانا عدو صغير الله الله لولاه ما قيلت اشعاري على صدى نغمة اوتاري لولاه ما قيلت اشعاري على صدى نغمة اوتاري وفي حديثي لسماري اقسمت بالله بصونا عدو صغير يا اقسمت بالله بصونا عدو صغير اسمع 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 ودان وداني ودانا الله ودان وداني ودانا الله ودان وداني ودانا الله ودان وداني ودانا عدو صغير ربنا صادفت قمري سلب عقلي الله صادفت قمري سلب عقلي يلا يمشي بخطوات موزونة الله يمشي بخطوات موزونة الله عدو صغير ربنا صادفت قمري سلب عقلي صادفت قمري سلب عقلي الله يمشي بخطوات موزونة يمشي بخطوات موزونة وعدو صغير يحبونا ما شاء الله الله يعطيكم العافية والله ولعنا والله ما شاء الله استاذ ولع بعضهم يقول صوت حلو والله الو الو شباب معنا الو مرة فريق ثاني برنامج ثاني شباب شباب جهد الله يعطيكم العافية صراحة حماس وذا وسمير لا تهور عليك مره وعدت كذا لا تهور ما شاء الله عليك صوتك انا بغيت اقول عارف انا العدني ضعيف جدا فيه شاي يعني حسست انك دحين مره منشد العدني الحليب العدني شاي العدني وش الحليب والله بدك واحده في جنبه العدني ايش الشاي اذا مالك في العدني جرب كرك انا المشكله فهد السوالف حق الشيلات هذه ما لها صلاح في العدني ذي لا باشا احنا نسوي ان شاء الله المثل قبل شوي ان شاء الله والله يقول نطلب شيء من الصاله ما لنا حيل نروح نتحرك وكذا من الصاله شرفنا في صالته مش فيه ايه قلنا التلفزيون وغساله ونشافه هذا كيف يجي جنبها لازم يتحرك ياسر يعني جه في المطبخ تلفزيون وغساله تكفى تسامح وثلاجه ليه الغسالة انتوا حاطينها في الصالة؟ عارف اسهل حاجة وتلاقيها في بيت اي بيت في السعودية ايوه نص الليمون الناس تلاقيها في باب الثلاجة والله الشعب كله حيصور لك الليمون لا الليمون وش غيره؟ قارورة شطة فاضية فيها قد كذا بس طيب ولبن من تيتا شباب صل على النبي اللهم صل وسلم طيب وملح نبدا ابو فزاع يلا ابدا طيب يا جماعة زي ما قلنا حنطلب ثلاث طلبات ارفعوا صوت التلفزيون وعشان السرعة حطوا الهاشتاج الآن ادخلوا على تويتر اكتبوا صيف الغربية اكتبوا صيف الغربية يصير أول ما تجيبوا الطلب الثلاث طلبات تصوروها مع بعض وترسلوها ما نبغى ترسلوا لنا واحد واحد طلب طلب لا نبغى الثلاث طلبات مع بعض من هم اللي يخش السحب أول عشرة؟ أول عشرة أول عشرة تمام أول عشرة حيجوا على الهاشتاج يلا يا جماعة يلا يا بسم الله سهلها ويسهلها الطلب الأول يلا نسهلها سهلها فنجال قهوة الله أكبر الطلب الثاني قلم يا جماعة الخير هدي هدي الطلب الثالث الطلب الثالث يلا تبدي لا 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 عندك الطلب الثالث يا جماعة الخير قدر ريموت تلفزيون الله عيد الطلبات عيدها فنجان قهوة ريموت تلفزيون وقلم أي قلم حدد فنجان قهوة تركي ولا عربي لا نفس الفنجان هذا كبير العربي المختص المسبح هذا غبارة مو فنجان أي فنجان قهوة وقلم و اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ريموت تلفزيون يلا بسم الله يلا يا جماعه واحد اثنين ثلاثه طبعا انا بوزع اول عشر يجيبوا الثلاث طلبات مع بعض طبعا انا ترند خلاص ما شاء الله كفو كفو يكسر شيء والله كفو تحيه الاطنخ جمهور بدايه الله اكبر الله اكبر يجيبوها من هنا وعسل عسل هاي الله جمهور وصل يلا حيو عسل عسل هاي الله جمهور وصل يلا حيو دندنا يا دندنا
ومن عنده زينا دندنا يا دندنا ومن عنده وصل زينا وصل يا حسين نعطيك الأسماء ولا أنت تأخذ من عندك حسين ما شاء الله ما شاء الله حسين شوف جودة الصورة هذه كأنها من جوجل ترى نعطيك الأسماء لا لا مزبوط حطي لك حسين اخاف اسوي كذا تروح خلينا حب حب ايش القصيده اللي تقولها شاركونا اشرف محمد حسن اول واحد مرهومه احمد مامي الثاني فهد هلال الثالث مبروك علي ياسر سنان الرابع الجوائز يلا بنات خلاص من نبدا نقول الشاي ودهولي من الدلع يلا عندك قلبنا الاشقر جاهزين يا شباب يلا عشان نعطي الكنترول اول 10 يدخلوا معنا في السحب اول واحد احتياطا وبنكتب احتياطا يا سلام ايش التكمله طبعا تواصلوا ارسلوا حنقرا الاسماء اللي ما دخلوا معانا حنحاول نقرا اكثر اليوزرات اللي شاركوا معانا في مسابقه اذا فيك شده صور تحدى طبعا كل يوم باذن الله حتكون عندنا هذه المسابقه وفيها جوائز من الكمال للعود صح اي صح كيف حالك عمده والله الحمد الله يوحشني والله الكمال للورد الطائفي مزبوط ما شاء الله ما شاء الله اقسم بالله انكم جمهور دقيقه كفو وتبيض الوجه بعد اذنك يعني ما شاء الله كمان في بعضهم التصوير احترافي ايه طيب يلا نبدا اول واحد نبدا بسم الله يلا بسم الله دقيقه عمده يلا الاسماء بنعلنها الان بسم الله اول اسم اول اسم معانا استاذ محمد الحربي محمد الحربي استاهل الله الله ايش رايك نسوي مفضله اوكي طيب عشان بعدين لا خلاص مكتوب هنا ما طلع الحلبي ما طلع عشان نتواصل معه بعدين برضه ثاني اسم حكاية أمل الله الصورة مزبوطة فنجال ودنيا وقلم أحمر كمان حق تصحيح كله نفس المارك ايش اسمه الشركة نفسها حق الريموت ايوه شايف شروق والله نشوف الانجليزي انا دقيقة انت قلت الريموت ايش تلفزيون ما تقدر انجليزي هذا ريموت ريسيفر اغلبها خلاص يا شيخ لا طب زي هذا ريموت تلفزيون هذا جابه بالضبط حمد العنا حمد الله كان معدي انا هنا لجنة التحكيم لازم اكون دقيق شروق طبعا هيك امل نعطيها اعجاب وشروق المهمدي المهمدي والله على انجليزي طبعا هم الاسماء هذا الاول الثاني الثالث نشوف الرابع نقطة أثير فلوس صفر خلاص نسميها كلامي ما قل ودل نقطة نقطة جايبين الرموت وقهوة أثير أيوه أثير إنجليزي صح والله كمان جايب لك الفنجان مصبوب مصبوب قهوة إيش إيش ياسر طيب ياسر الهاوي أوكي قلم أو مرسمة مصبوط وقهوة وفنجان قهوة ورموت يصور بسرعة ترى بسرعة شوف كيف إيه استغفرون والله حاطين قلم صبور هذا شكله مدرس هذا دوبه راح يشتري ريموت شوب جديد عشان المسابقه بس كيف لحق شكله كان مارن من قدام مسجد عارف اللي يبسطه قدام فوفا كيف لحق ذا الله يسعد والله جزاهم الله خير انهم لحقوا والله ما شاء الله فوفا قلم ومزبوط ورموت وايضا فايز العبيد دقيقة في قلم ايوه في قلم سهلة كمان هي جدا سهلة فنجان مصبوط ما شاء الله ايه حلو فايز سعودي كثير في الغسالة ايه والله باين طيب نوحد الموجة شباب ميما ميما افتح الصورة افتح الصورة مزبوط والله هذول ما شاء الله مكيسين الريموت تجليد تجليد هذا شكله ريموت جدتهم ترى والله من جد عمر كبار في السن ما شاء الله ما شاء الله يحافظون عليه اقسم بالله ميمو ايوه مجلدين الريموت ما شاء الله هذا اوكي الحكم وصلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اخر واحد اللي هو واوا 201 شباب احمر اخضر احمر واوا واوا اخضر هذا العاشر الحين دقيقة ما سوينا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي خلاص مزبوط 10 اعيدها اعيدها استاذ عيد عندك الفزع عندك عندك قلبي عندك طيب عندنا اول واحد دخل في السحب حبيبنا واخونا محمد الحربي هي فين كاميرتي؟ ما عليك انت تتكلم بس عادي طيب ايه؟ وال اليوزر الثاني هو حكاية امل يا سلام شروق المحمدي الله عليك اثير 70
الله هدي الهاوي الله يستغفرون الله فوفا الله فايز السعيد ولا العيد هذه العبيد العبيد فايز هذا بالله خط بتكتب برجلك انت هو بسرعه ترى جنبك اللي كتب انت اللي كتبت معليش والله حسب ده لدرجة ما عارف يسلم على خشمه ولا على راسه حطه بعينه فايز العبيد ما عاد ينفع ميمو واو 201 ما شاء الله طبعا مثل حنسحب الان يا ابو فزاع ولا طيب. ولا شوية على شوية نجهزها خلاص الاسماء موجودة طيب. جهز الاوراق وجهز لنا الصبورة يا حسين سريعين ما شاء الله طيب ممتاز الشباب الان يا جماعة الخير العمدة من اول يتحرش باحمد مامي وكي احمد يا احمد كذا كان عنده سالفة فتبغاها قبل الفاصل يا عمدة ولا بعد الفاصل لا نطلع فاصل نريح شوية عشان كمان الناس استعدوا للسحب ايوه فخلنا نطلع فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نسولف حلو بنطلع احنا فاصل كذا تقريبا خمس دقائق ونرجع عند العمده في موضوع بالله تحيه للعمده يا جماعه يا عمده اه يا عمده يا عمده اه يا عمده يا عمده اه يا عمده يا عمده لا ثواني بس بالورد والريحان نغتنم هالفرصه خلنا في الحديقه نستمع هالقصه جينا 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 والشوق يحدينا نلقاك والفرحه تغشانا ياسر متى تبغى نسوي سحب؟ ياسر متى تبغى نسوي سحب؟ الان ايش رايك؟ مو خلاص جاهزين نكتب الاسماء بس يلا هي فوراق ونحطها احمد مامي والله خطاط يا ابو فزع عند احمد الكتابه؟ اي خليه يكتبها ايش رايك؟ وخلي يسحب اي واحد من الشباب اي واحد من الشباب خلاص اوكي حلو الاوراق تفضل شكرا ابو فزع يلا احمد عشان العمده كذا متحمس ما شاء الله تبارك الله يلا يلا محمد الحربي اول واحد كتب اول واحد محمد الحربي اوكي خلاص ياسر حبيبي ثاني واحد ايوه ثاني واحد حكاية امل تطلع الورقة اي صح لا تخلي تحتها اوراق الله عليك هذا هنا السحب ها اي هذا السحب الله ابو فزاع يلا هيا بابا ها عنده خبرة بالحركة دي والله ما يحتاج ابو فزاع ليه؟ يا اخي خلاص فنجان القهوة يا حسين لا عجيبة بهذه الهذي يا حسين لا عجيبة يا حسين طبعا احنا نشكر ابو فزاع كل من شارك معانا في الهاشتاج شروق المحمدي غرد وكتب وزي ما قلت انت في هديه ليش؟ لافضل تغريده افضل تغريده هذه بكره نسحب احنا عليها بكره حنسحب ايوه كذا قلل كذا ايوه مثلثه يا سلام طيب ياسر ها قلبي رمضان كم باقي؟ خلاص الحين كتب هو ما شاء الله تبارك الله كم اسم؟ ثلاث اسماء طيب وانت تقول الاسماء وتطبق بس قول فلان وطبق ونزلها طيب. بقدر تمام؟ اكتب اوكي هذا محمد الحربي حلو تمام حنطبقه الان نزيد واحده كذا يا سلام ثنتين بس واحده اثير هذه ثلاثه ايوه اثير 07 ايوه يا سلام هذا محمد الحربي اول واحد اثير احسن اديها واحده كمان خلاص كذا ثنتين قال لنا كذا تفضل هذا مين؟ هذه أمل حكاية أمل حكاية أمل يا سلام أثير هذه كم الرابعة؟ تمام بعدين أثير ما أدري هو مكتوب كذا الهاوي شروق المحمدي شروق المحمدي طبق يا سلام بعض الناس هنا في الهاشتاج محبطين يعني يقول لا أنا ما عمري فزت وأنا ما بفوز وأنا ما أدري لا أقول له إن شاء الله يفوز إن شاء الله يفوز بفوز كم واحد بيفوز يا سمير؟ اليوم إن شاء الله بيفوزوا معنا كمل البقية واحد الهاوي كمان ما لومهم أخاف واحد أنا من قوة إنه حظي سيء في السحوبات مرة صار سحب ما في إلا أنا طفت الكهرباء ولغوا السحب يعني إذا الحظ أكشر أكشر ترى ما فما لومهم بعضهم في ابو فزاع في بعضهم يقولوا النت عندنا ضعيف فما توصل صور يعني صور المسابقه كم يوم يا ياسر؟ ها؟ المسابقه كم يوم؟ ماني سامعك دقيقه ها؟ المسابقه كم يوم؟ المسابقه كل يوم كل يوم خمس ايام خمس ايام ما فاز اليوم بيشارك بكره ويشارك بعده ويشارك بعد في طريقه كمان افضل نحاول ناخذ في طريقه افضل نحاول ان ناخذ اكبر عدد ممكن في خمس دقائق اول خمس دقائق تجينا الصور بس كثير والله حتطلع كثير بتطلع كثير خلاص خلاص 10 ولا 15 يزيدوا نزودها 15 يستغفرون عندي هنا يلا خلصتوا شباب ياسر بدنا نجيب السحب هنا افضل يلا اوكي فايز العيد فايز العبيد العبيد كم باقي العبيد فايز إيه؟ العبيد باقي اثنين بس طبعا احنا الكل اللي تابعنا اللي حاب بالذات الاسر المنتجه اللي حاب يشارك باي شيء المجال مفتوح يتواصلون مع في حسابي او في حساب القناه بنحط حساب المعد ميمو وتواصلوا معه
والله يحييهم دعما لهم ومشاركة لنا وجزاهم الله كل خير. ام او يلا يا ياسر يلا خلاص اخر اسم احمد مامي ما شاء الله تبارك الله يلا حبيب واو قاعد خط نص الاسماء وفهد خط هذا واو والله فهد لمسته للنظارة وطريقة الكتابة كانوا بيوقع على شيكات لا لا بس ذكرتني ببنتي قال الله يحفظها الله يحفظها واو هي واو افتح الباب قالت واو يلا يلا 202 طيب 200 يا باب اسناني واو واحد عفوا يلا ياسر يلا ياسر يلا يا شباب يلا جينا يلا خلي خط مكانك شباب من يبغى يسحب؟ من يبغى يسحب؟ ياسر كل واحد يسحب شو اسمه؟ خلاص هو واحد هو واحد وين صح يسحب؟ ربطنا اتخيل نسوي سحب على 10 اسماء و10 جوائز هذا اخر شيء لازم نجي كلنا ننزل نسحب ورقه عندك عندك ابو فزع لا لا انا عندكم انت يلا لا لا ما آه العمده ما عندك عمده يلا عيد الفاروق تحرك كذا بسم الله عمده طالع هناك واسحب ورقه طالع معنا اسمه ما بنحرك نفسخ النظارة ويسحب عمدة تفضل حرك كذا بس ايوه وخذ والف مبروك لي تسحب بيقلب عصيدة حط على الكاميرا كذا دقيقة قولها بطريقة تشويقية يا ياسر طيب يا ياسر كيف هم يسووا ال ولا عنده الاكشن كيف يا مخرج يا مهندس صوت شغل صوت قلب كيف يسوي الاكشن كذا الفايز معنا بالله لا مهندس الصوت حط صوت دقات قلب وش دخل دخل عناية مركزة لا خلي صوت قلب والله اسمع جد. اسمع الف الف تحسب برايم الف الف مبروك لميمو الله اكبر مبروك والفين مبروك مبروك والفين مبروك مبروك يا ميمو مبروك مبروك بس خلاص مبروك طيب حبايبي الله يعطيكم العافية الآن احنا عندنا فقرة سالفة العمدة أو سالفة اليوم في مركز العمدة فتفضل يا عمدة واحنا جاهزين لك طال عمرك طيب يلا معك يلا توكلنا بسم الله يلا ياسر ياسر خلاص حبيبي يا خلاص حبوها حبايبي طيب يلا حبيبي يلا يا بابا لسه بيسوي تحديث يبي يطلع لا باخذ اليوزر سبيلنج عشان تواصلوا معاه بعد البرنامج تعالوا عنده هنا تعالوا عنده هنا تفضل عنده لا لا هو هنا لا لا خلاص يتك هنا هنا واقف انا اللي ودك عنده وانت تجي هنا عنده لا احسن معك اللي يملك صدر المجلس يلا بس وقت السالفه انت ايش بك منفس مني انت من هنا مو كويس من ناحيتي الله يخليك الله يخليك عارف وانا هو جالس هنا وانا هناك يطول لي من فوق النظاره كده ما البس النظاره لتوي طيب حبايب في عندنا موضوع لما نتكلم فيه كلنا موضوع الوظائف او زياده الدخل بالنسبه في جلسات كثير لما نكون مع شباب او لما نكون في تجمعات بنسمع الشباب اللي يقول لك مثلا يا انه يقول لك ما في وظائف يا انه يقول لك المدخول او الراتب اللي انا اتقاضاه ما يكفي انا في عندي وجهة نظر في هذا الموضوع وممكن في كثير يعارضوني بس اسمعوا كلامي للنهاية وان شاء الله انا بيقتنعوا طبعا احنا عارفين انه كل شيء بإرادة الله والارزاق هذه مقسمها رب العالمين سبحانه ما هي بالتساوي يعني كل واحد ربنا رزقه مثلا بالصحة ونقص مع المال في ناس ربنا اعطاهم المال ونقص منهم الصحه في ناس ربي مثلا رزقهم بالمال وبالصحه وما رزقهم بالذريه وهكذا طبعا يقول لك سبحان دائما نسمع سبحان موزع الارزاق صح لانه هذا رزق من رب العالمين صحيح بس مو معناته انه احنا اذا امنا او اعتقدنا انه خلاص ربي كاتب لي مثلا رزق معين انه انا مثلا اجلس وانتظره لا احنا نسعى ونقول يا رب وربنا ان شاء الله انه بيكرمنا صح بالنسبه لشباب كثير يقولوا مثلا ما في وظائف طبعا حكايه الوظائف وحكايه تنوع الوظائف وحكايه قله الوظائف هذه موجوده في كل دول العالم وفي كل الازمان حتى لو نرجع لزمن الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء رجل سال الرسول فاعطاه فاس وقال له روح حط عباده في معنى الكلام او الحديث معناته انه حكايه مثلا قله الوظائف او حكايه البطالة أو أي شيء هذا موجود على مر العصور صحيح
ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى له طريقة لزيادة دخله، اقترح عليه قال له خذ هذا فاس روح احتطب، فهمت؟ ما قال له مثلا ما في وظائف، ولا أو رد عليه الرجل قال له الوظيفة هذه ما تناسبني. فبنلاقي إنه في بعض الشباب يقول لك ما في وظائف، لا هو في وظائف بس ما في الوظائف اللي إحنا نبغاها. الله كلام سليم هذا الكلام. فتيجي بعض الشباب مثلا متعود يبغى مثلا إداري، طب لو كل الشباب بيصير إداري مين اللي حيشتغل مهني؟ مين حيشتغل في الميدان؟ مين حيشتغل في الميدان؟ مين اللي حيشتغل فني؟ فهي تنوع سبحان الله، يعني لو ناخذها بالمثل الشعبي لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. صح. وهنا لولا اختلاف التنوع الوظائف كيف ما صار في شغل؟ يعني صح. لو كل الناس تبى تصير مدراء طب مين حيشتغل بيده؟ مين حيصير؟ كان كلنا صرنا مدراء على بعض كذا. طيب كلام سليم. الواحد يعني يسوي اي حاجه تدخل فلوس، يعني عندك يعني مثلا بعض التطبيقات هذه اللي منتشره حاليا. دقيقه عشان اذا ننتقل سليمين. المبدا الاول ان الوظائف موجوده بس انت يعني عارف الوظائف اللي احنا نبغاها. مزبوط. هذا الشيء اللي بقول لك. احنا عندي انا عندي شهاده، معليش انت ليه تحطني في المكان ده؟ هذا حنتكلم فيها الحين. اي والان انت انتقلت الان للدخل صح؟ اي بتدخل في الوظائف في فرص الرزق اللي مطروحه. فرص الرزق هذه ممكن تكون لواحد عاطل وممكن تكون لواحد اصلا عنده وظيفه بس دخله محدود يبي يزيد دخله. زياده الدخل او انك انت تبتكر وظيفه لنفسك، مو شرط انها هي تكون وظيفه في شركه او وظيفه في محل، انت ممكن تكون انت الموظف وانت المدير. ما نقول ما في شيء اسمه في الشغل اسمه عيب، خلاص انتهى هذا الزمن راح. الان ارض الميدان، على ارض الميدان الان زمن الميدان، تنزل تشتغل. حيجي يسألني مثلا واحد الآن يقول لي أنت هل ترضى تشتغل زي كده؟ أيوه أرضى. أيوه أرضى. ليش؟ لأنه إذا جلست أنا في البيت أنتظر يجيني زيادة الدخل ما حتجيك، ما في أحد يدق باب بيتك يقول لك خذ هذه كل شهر 10,000، ما في. تنزل تشتغل أي حاجة. يعني أنت بتشوف الآن صاروا الشباب يبيعوا شاي الجمر. هذه لو نرجع قبل 5 سنوات مستحيل تلاقي مثلا شاب ينزل يبيع شاي. لكن لما شافوا انه فيها دخل، انت تدري انه بسطات الشاي هذه بتدخل راتب يكون اعلى من راتب مهندس؟ سبحان الله ما شاء الله، الله رزقهم. ايوه انت لو تستهون بيها ترى الكاسه بريالين وبثلاثه خلاص، خصوصا في المواسم تلاقي نهايه الشهر مدخل 14,000 و15,000 وبست. اي وبست ريال. ها وبست ريال. الان جايبين احجام الكاسات. أيه؟ جايبين حجمين، جايبين حجم كبير بست ريال. غير النكهات يعني الحليب وال... في شباب يقول احنا ما احنا محتاجين اصلا. ايش يعني خرجوا عشان الثقافه بس؟ يقول انا طفشان جالس في البيت بس انا ما محتاج فلوس. الفلوس ترى لها حلاوه. ما في واحد يقول لك انا ماني محتاج فلوس، حتى لو كنت راتبك عالي عنده زياده الخير خيرين الله رازقه، بس يقول لك انا اخرج كذا بس طفشان، يعني كحب للعمل. ايه؟ في هذا حلو يعني ايجابيه. تطبيقات التوصيل الطلبات، توصيل المنازل، هذه فكره حلوه الان اجتاحت السوق عندنا هنا في السعوديه. في بعض الحالات انا شاهدتها يقول لك يشتغل ساعتين في اليوم على التطبيق حق التوصيل ده ونهايه الشهر بيدخل لا يقل عن 18,000 بس بيشتغل ساعتين يوميا او بيشتغل ويك اند وقت ما يكون فاضي. فاضي بس يمكن في مناطق محدده صح؟ شوف هذه هي الافكار كثيره يعني مثلا الشاي على الجمر بنشوفه مثلا في الهدى وعلى الكورنيش بس. لا في كل مكان. لا يعني اللي بكثره يعني نشوفه اكثر شيء في الهدى وعلى كورنيش بدات تنتشر تلاقيها الان في الملاهي في الاسواق، معناته انه الـ الـ العمل ما له زمان او مكان. العمل ما له زمان او مكان. تدري عمده والكلام للجميع، الشاورما كلنا ناكل شاورما واكله مفضله ولذيذه عند الناس. طبعا اكل الشاورما يبدا من بعد العصر الين الفجر. حلو. دائما الناس تاكل وقت ده. كم تتوقعون كيلو يشيل الصيخ حق الشاورما؟ اذا الشاورما اللي هي الفحم ممكن 20؟ 20 لا اكثر ولا اقل؟ اكثر من 20؟ اكثر قربت ما شاء الله. 60 قربت 60 كيلو, كيلو ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا. كم قيمتها التكلفه؟ الصيخ هذا كم تكلفته؟ بالريال. قاعد اتكلم عن ارقام حقائق يعني. دجاج هذا ولا لحم جنة؟ ايش دخل؟ شاورما لحم ترى عادة في احمد دليل. عادة اللحم الناس دائما ياخذ عن اللحم انه غنى. لا اللحم ما يبغون اللحم الناس. دجاج اتكلم عن دجاج تمام. 60 كيلو شيل الصيخ قيمته 600 ريال. بكم تبيعه؟ 4 ريال اضعف شيء. لا بكم الصيخ قيمته كاملة؟ من 4000
إلى 4500 ريال قيمة الصيخ، قيمة الصيخ الكامل. العامل يبيع في اليوم 3 صياخ أقل شيء، خليه صيخين 15000 في اليوم، صيخين في اليوم يبيع 9000 ريال يوميا. أضرب 9 × 10 والله مبلغ. كيف حالك؟ حياك الله في مطعم أبو السنان إن شاء الله بعد البرنامج. طيب كم تكلفة؟ طيب واحد يقول أنت طبعا شوف يا جماعة الخير الآن أديك نتكلم معلومات، نتكلم معلومات وأمور إحنا مسؤول يعني كيف نقول كلام ما إحنا قاعدين نخلق كلام مسؤولين. صحيح. المحل تكلفة المحل يا جماعة الخير بكل شيء 50000 ريال كل شيء. إذا بتدلع المحل ارفع 100000 ريال زيد صيخين وزيد. واللي ما عنده رأس مال إنه يفك مطعم الان الاسره ممكن تشتغلين من البيت من غير ايجار من غير ولا شيء، يعني تقدر انت تبتكر مشروعك من غير راس مال او براس مال قليل. في عده طرق الراس المال. واحد ما عنده 50000 كيف يجيب ال 50000؟ شراكات. يجي الزملاء اللي تعال يجي لاخواته عماته 5000 5 اسهم سوى له 5 اقارب يعني، او دور لك شريك افتح المحل قيمته نتكلم عن الشاورما تمام، قيمه المحل 50000 حطيت الصيخ بيصيخ في اليوم يا أخي صيخ واحد بس في اليوم 4500 عشر أيام 45000 كيف حالك أنت وياه؟ وإذا قلنا في الخطوة الأولى تكون من المنزل. أنت عارف الآن الأسرة المنتجة الله يرزقهم إن شاء الله ويوفقهم آمين يا رب. غير إنه هو بتبيع من البيت بتفتح رزق لشخص آخر اللي يوصل التوصيل الطلب. التوصيل صح. لأنه غالبيتنا ما يبي يروح يستلم الطلب بنفسه، يقوم يجي له مندوب. انت لما يقول لك المندوب زيد 10 ريال و 15 ريال انت حتدفع، فهمت علي؟ فهذا مشروعين في مشروع، توصيل طلبات صح وتجهيز اكل. الاسره المنتجه بعد شهر شهرين ثلاثه اربع ستة شهور حتكون لها راس مال وتقدر تفتح مطعم. وبالمناسبه دام نتكلم عن الاسره المنتجه عيد المعلومه اللي اول قلتها، في معلومه وفي عتب. المعلومه الاولى على الاسره المنتجه، المعلومه الاولى ان الله يحييهم بكره في اي وقت يتواصلون مع المعد ونجيب الاكل، لكن في عتب على الاسره المنتجه. النظافه الشهاده لله نظيفين صادق ومرتبين، بس احيانا الاسعار تزيد شوي. هذه النقطه اللي بغيت اتكلم فيها صحيح. يعني لدرجه الان صاحب المحل جايب عمال جايب عمال وفيز وكل شيء ويبيع الصحن مثلا ب 5 ريال هم يبيعون الحين ب 15. هذه نقطه بس هم شغل بيت في النظافه احيانا. طيب انا هذه النقطه حقت شغل بيت هذه يعني انا من وجهه نظري انها بتستخدم ضدنا او في صالحهم. يعني انا اوكي انا حادعم الاسره المنتجه، انا اتكلم عن رايي الشخصي، انا احب ادعم الاسره المنتجه ان كان في شراء او في اعلان، ولكن لا تجيني اسره منتجه تستغل التعاطف هذا. لانه في بعض الاسره المنتجه زي ما تفضل استاذ ابو فزاع بيبالغوا في الاسعار، فاحنا كمان مو عشان بندعم او بنسوق للاسره المنتجه يقوم هم يستغلوا الوضع ده، لان هي ممكن تبيع اسبوع اسبوعين شهر شهرين بعد كده حتقل مبيعاتها حتى لو كان الشغل نظيف صح ولذيذ صح حتى لو كان الشغل، لانه هي ما عندها لا ايجار. طبعا هذا الموضوع ما هو حسد، بس احنا بنتكلم منطقيا عشان تستمر في المبيعات، لانه يقول لك قليل دائم خير من كثير منقطع. مضبوط كلام صح. فهي الاسره المنتجه لازم توزن السعر، هي ما عندها لا ايجار محل ولا عندها ممكن عندها شغالة تساعدها يعني ما عندها إلا أجرة العاملة أو العامل اللي بيساعد أو بيوصل، غالبا كمان حتى التوصيل بياخد حقه إضافي. براه. فنكون نكون في الأسعار منطقيين عشان يستمر المشروع سمين. وإذا ربي أكرمهم وسووا محل بعد كده ممكن تتغير الأسعار بموجب إيجار المحل، بموجب عدد العمالة، بموجب الديكور، بعدين عندهم أكثر من سبب يقدروا يرفع في جميل. الأسعار. طيب يا عمدة رتب الموضوع اللي احنا تقريبا خلصنا، رتب الموضوع عشان احنا برضه نستفيد. أول نقطة إنه ما في شيء اسمه ما في وظائف، هذه أنا مؤمن بها وإن شاء الله أي واحد كذا يقعد يركز فيها يلاقوا بالفعل لا في وظائف، بس زي ما قلنا ما في الوظائف اللي احنا نبغاها. حلو. الشيء الثاني إنه حتى لو كان عندنا وظيفة أو كان ما عندنا وظيفة في أي نبتكر وظيفة لنفسنا على أساس إنه احنا نزيد الدخل خلاص حتى لو كان عندنا وظيفة. أنت تكون صاحب المشروع وأنت الموظف وأنت المدير، كذا حيكون عندك رأس مال أقل ومدخول أعلى. مظبوط. حلو. بالنسبة لل يعني أنت موضوعك هذا طرحته قبل وجالها ردات فعل ولا أنت الآن إعدادك اليوم؟ لا أنا قبل كذا طرحت الموضوع هذا وجاتني قصص نجاح
من بعد طرح الموضوع. الله. لانه في ناس كان يعني شوف احنا صراحه احنا شعب مره طيب بامانه، شعب عاطفي، شعب يتاثر بالاحوال الخارجيه. يعني ممكن انت تكون جالس مع شباب هو يكون ما في احد وصل له الرساله هذه، فممكن بالكلام هذا تفتح عينه او مخه على حاجه هو ما كان مستوعبها. يا بكم كل ارض تنزلون بها. الله، هذا مسجل ولا كانكم الشباب اللي جايين مشاهدين كانكم في بقاع الأرض أمطار تسجيلوا وتشتهي العين وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أكبر. الحمد لله السلامة، أهلا دنوسية، كيف الأمور؟ طيبين؟ الحمد لله السلامة والله. يا هلا نورت الدنيا. أهلا دنوسية، شكرا لك. هلا والله، مرحبا، مسهلا. جميل. تمام، شكرا. الحمد لله السلامة. الحمد لله السلامة والله. ريحة دنوسية. أنا فيروس خصوصي جاي اليوم. شم ريحة زيتون. يا رب العالمين. ريحة الشجر الخضار. شم ريحة زيتون. الحمد لله السلامة. يا هلا وسهلا. هلا والله. طيبين، مرحبا عليك. طيب يا الله على بابك يا كريم يا كريم ما خاب طلابك يا كريم يا كريم كله علشانك يا كريم يا كريم يا شجر ميلي كيف اميل كيف اميل ميلي على جنبي اليمين اليمين اللي ظلمتونا خاف الله خاف الله ما ترحمونا خاف الله حالي حالي يا قلبيك يا حالي حالي يا قلبيك دقتها في عروق قلبي دقتها في عروق قلبي يا حالي حالي يا قلبيك يا حالي حالي يا قلبيك دقتها في عروق قلبي دقتها في عروق قلبي من بدجك شنب وطار شنب وطار من ضرب الهاون شنب وطار شنب وطار كمل كمل حبا حبا باللي جاء باللي جاء يا مرحبا باللي جاء وحبا حبا باللي جاء أيوة باللي جاء ويا مرحبا باللي جاء باللي جاء وحدة 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 الحمد لله السلام الله يسلمك حياكم الله من المطار الى اي والله على طول زيد تحت الرحله كم ساعه 15 ساعه ما جاكم مطر بكذا ما جا شيء والله باين ريحه السفر فيهم ترى عارف ريحه شنطه فيها تعرف لا لا جاء جاء الهبوط جاء مطب جاء شيء ها يقولون دائما يجي من دنوسيه لهنا في مطب كذا في الطريق واحد جاكم مطبات هوائيه مطبات احنا مرينا على سريلانكا وبعدين على هنا ترانزيت الله اذا انتم بتوفرون تذاكر لا عشان نقدم الرحله عشان نلحقكم اليوم يا حبيبي الله يستر الله يكرمك والله يبيض وجهك طيب اول شيء هشام يعني غني عن التعريف الكل يعرفك منشد وبطل سابق في برامج الواقع ما شاء الله وشاب عنده طموح ان شاء الله انك توصل باذن الله يا رب باذن الله حياك الله معنا في سفر غربي شرف لي ان انا اكون صراحه ضمن مجموعه ونخبه من نجوم الحجاز وشرف ان احنا نمثل اهل الغربيه
الحمد لله على سلامتنا. الحين والدة تشوفه مرتاحة ومطمنة ان شاء الله. خلاص الله يخليك ابو علي. يا مرحبا بك. الله يحييك. اول مرة تجي قناة بداية؟ لا، كان لي ظهور قبل كذا على برنامج نجوم وجوائز مع الحبيب محمد الطلحة، وهذا ثاني ظهور لي على قناة البداية. الرياليتي اول برنامج يعني؟ اي اول برنامج. اول ظهور لي على قناة البداية. صراحة انت نجم وكلكم نجوم. تسلم. وحسن يعني كاركترك جدا جميل، بس انك مهضوم مهضوم لنا، بس مهضوم اعلاميا. احنا نجوم وانت قمر. يا الله. طيب احنا اول شيء نرحب فيكم، احنا بناخذ جونا ووضعنا، وبعدين عندنا فقره اللي هي الصكسكه اللي بنشرحها للجمهور. بس ادري علينا. طيب لسه وكيف صكسكه يعني؟ حار يقول على طول بنصكسك عليكم بعد 10 دقائق. حار بلال حقكم جيتوا على فقره الصكسكه. حار بلال. لا يا ابوي قبل الصكسكه الحين درس اليوم، درس بسيط كذا خفيف. طيب يلا استاذ دوره بسيط. اول شيء بسالكم سؤال. تفضل. ايش رايكم في موضوع التغافل؟ التغافل، التغافل انك تتغافل عن شخص واخطاء شخص. هاي احمد. اول حاجه يعني بيننا كاشخاص، كاصحاب، كزملاء، كاخوان في البيت، تمام، تصير حاجات، تصير سوء تفاهم، تمام. الانسان اذا بيمسك كل حاجه، اذا بيمسك كل حاجه وبيحقد مثلا، يجمع في نفسه مثلا، حيتعب، تمام. فانا اتغافل عن زله، والله فلان سوى عمل زله معينه، اتغافل عنها، راحت لنفسي، انا اريح نفسي. يعني التغافل راح؟ اكيد طبعا. طيب هشام. انا اشوف انه اللي يتغافل هذا عنده حكمه، حكيم. حكيم. اي وحليم في نفس الوقت. حليم. اي لانه مو اي احد يقدر يتغافل عن اخطاء. جميل. ابو علي. الله يعطيك العافيه. انا اشوف ان التغافل بعض الاحيان يعني يكون واجب عليك انك انت تتغافل عشان ما تخسر شخص. يس. لكن في بعض الاحيان انه التغافل يكون يعني قالت لهم سلاح ذو حدين، مره لك ومره عليك. حلو. إيه. حلو. بس انا اقول ضروري التغافل عشان تعيش تستمر الحياه. صح. مهم التغافل. مهم جدا. جميل. لازم تتغافل عشان لا تخسر احد. التغافل نوع من الذكاء. نوع من الذكاء. نوع من الذكاء للمحافظه على الود والعلاقات واستمرارها. يا سلام. التغافل احيانا يكون مضر. إذا كنت أنا خوي أو صديقي مثلا كان بيغلط أو بيسوي تصرفات غلط، المفروض أنه أنا ما أتغافل عنها لمصلحته. لمصلحته. في مثل شعبي قديم، يا بخت من بكاني وبكى الناس علي وضحكني وضحك الناس علي. فأحيانا التغافل يكون مضر. أحيانا يكون التغافل أحيانا. أيوه، لأنه أنا صح ما بأخسر خويي، وزي ما قالوا الأخوان أنه ضروري أنه أنا مثلا أتغافل عشان تمشي الحياة، بس في المقابل احيانا التغافل بيكون مضر لحبيبي او لولدي او للشخص اللي انا اعزه. لو اتغافلت عن اخطائه ممكن انا اضره بعد فتره، لانه هو يكون حاطط في باله انه انا طالما تغافلت معناته انه انا صح. استسهلك. لا، لازم. بس في حاجه في ذا الموضوع ابى اضيفها انا من عندي لو تسمحوا لي. في بعض الاحيان الناس تتغافل ما تتغافل عن تصرفات شخص، بس في المقابل تجرحه او تحرجه. النصيحة ما تكون مثلا قدام الملأ. نصيحة انك انت تاخذ الشخص ذا على جنب وتوعيه وتنصحه. يعني يقول لك انصحني وقدام الناس لا تفضحني. فهمت علي؟ الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. واضحة وفكرة حلوة. هاي سوس، احنا نتكلم عن التغافل. هل التغافل عمار للحياة ولا دمار للحياة؟ أنا أشوفها من الناحيتين. بعض الأحيان الواحد يتغافل علشان لا يجرح احد او انه او يجرح نفسه. اي انت فاهم؟ اتغافل عن الشيء ذا، اسوي نفسي ما شفته بالعربي يعني بالمكاوي حقنا. اسوي نفسي ما شفته علشان لا اشيل على الادمي هذا. وبعض الاحيان لا يعني خلاص يعني ايش اقول لك؟ صارت فلازم تتغافل. طيب. شئت ام ابيت لازم تتغافل. جميل. الله يعطيكم الصحة والعافية. شوفوا يا جماعة الخير، الدنيا هذه العلم قاعد يتطور. صح. فأكيد أكيد الأطروحات القديمة وبالذات اللي في الحياة أكيد أنها تتغير، لأنه شيء تجريبي. جربت الناس، جربت جربت جربت، في الأخير الحياة ما هي مش علبة السردين نعلبها. صح. ونفتحها وناكل، يعني مش معقولة ما تتطور أو تتغير. صح. بالذات الأنفس يا جماعة الخير، الأنفس من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. ما حد يملك نفسه.
طبيعي انك احيان تشوف فلان تغار منه، طبيعي انك تشوف موقف وتتاثر حتى لو قلت ماني متاثر. بكلم يعني بنأصل في موضوع التغافل بطريقه جميله. اول شيء التغافل لازم نفرق بين شغلتين مهمه، العلاقات اللي تربطنا بالناس، في علاقات عامه وفي علاقات خاصه. العلاقات العامه وش هي؟ جاري، زميل عمل مؤقت، واحد في الشارع قابلته، واحد في مطعم تقابلنا وياه، صديق مش صديق اللي مقرب، صديق عادي، هذه اسمها علاقات عامة. هذه يا جماعة الخير علاقات العامة، التغافل فيها ايش؟ عادي، مطلوب تغافل قد ما تقدر، بالعكس إذا ما تغافلت تعقدت في الأمور. فتغافل، أنا يوم بقابل سمير هذه الخاصة العامة؟ هذه العامة، العلاقات العامة. العلاقات خليني أجيب العامة والخاصة عشان ما تلخبطون. الخاصة مين؟ الوالدين، الأخوان، الأخوات، الزوجة، الزوج، الصديق المصاحب لي، هذه علاقات خاصة. عرفنا الفرق بين الخاصة والعامة؟ العلاقات العامة تغافل، لأنك إذا ما تغافلت تعبت. تغافل، خلي الأمور تمشي. جميل؟ جميل. أما العلاقات الخاصة فالتغافل هنا يسمونه سوسة العلاقات أو سوسة الشيطان. بمعنى الزوجة أو الزوج أخطأ خطأ، طبعا متى نتغافل متى نتغافل الحين اجيبها لكم. اخطا خطا من الاخطاء اللي ما في تغافل عنها، مره ومرتين وثلاث مرات وانا اتغافل اتغافل اتغافل، ايش يصير جوا؟ حقد دفين على الشخص. طيب كيف احلها؟ تحلها ب احب واكره. تعال يا بنت الحلال انا والله احب كذا واكره كذا، واكون صريح معها. طيب انت يا فواز جايب الكلام ذا من عندك؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت مكشوفة لنا، حتى في كتب ألفت فيما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يكره. فمحمد صلى الله عليه وسلم المعلم الرسول مكشوفة حياته، وأنا حياتي لزوجتي مكشفها، لازم مكشفها. فحنا نقول العلاقات العامة والعلاقات إيش؟ الخاصة. هنا نتغافل ولا لا؟ هنا نتغافل، والخاصة ما نتغافل. وخلونا نتفق على ان التغافل في العلاقات الخاصة يسمى سوسة العلاقة او سوسة الشيطان. حلو. طيب الاخطاء يا جماعة الخير في بعض العلماء، علماء النفس يربطون ربط عجيب وجميل. ايش الاخطاء اللي فعلا خطأ كبير والخطأ اللي يقول خطأ صغير؟ الاخطاء مثل اشارة المرور، في اخطاء بالاحمر، في اخطاء بالاخضر، في اخطاء بالاصفر. اخطاء بالاحمر هذه ما تعديها، مثل ايش؟ اخطاء في الدين، معروف. اخطاء في التعليم، أخطاء في الصحة. هذه لا يمكن للأولادك ولا لزوجتك ولا الأقارب، هذه ما تعديها، لازم تنبه عليها. فيها بر وفيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وفيها تصحيح مسارات حياة، وفيها حياة وموت. أبوك مثلا ما يأخذ العلاج، أو الوالدة مثلا ما تأخذ العلاج. هنا الموضوع مو موضوع، لا، موضوع أنك لازم تصارح في الموضوع ده ولا تتغافل عنه. الوالد مثلا يتابع أخبار، والوالد مثلا معه ضغط ومعه سكر، معه يتابع مباريات، لازم هنا تتدخل. يعني في هالموضوع بالذات اللي لامس الصحة والدين والتعليم، هذه ما نتغافل عنها. ندخل على الأخطاء اللي باللون الأصفر، هذه الأخطاء العادية اللي تحصل مرة واحدة، أو خطأ ممكنك تعديه، هذه عديها بالأصفر. أما الأخطاء اللي بالأخضر، هذه الأشياء اللي تحصل يوميا، فتأخر في الموية، جاب الموية باردة، الكاسة ما هي بنظيفة، الأكل تأخر، هذه تعديها. طيب متى ما نتغافل؟ خطأ ما قدرت تتحمله وكان باللون الأحمر، هنا في الحالة هذه لازم أني أصارح الطرف الآخر. أنتم لاحظوا يا جماعة الخير، أحيان يصير موقف بينك وبين واحد، يعني مثلا خلينا نقول مثلا مدير ما أعطى زي ما تقول دورة أو جائزة أو أكرم الموظف، في الأول بيتحمل وبيتحمل وبيتحمل وبيتحمل، وفي الأخير إيش بيصير؟ في الأخير بينفجر، وقد يصير مشكلة، وقد هذا الحمل الوديع اللي كان هادي وتحمل قد يصير مضاربة بين المدير وبين الشخص. بس تخيلوا لو في أول يوم، يا ياسر لو سمحت أنا تراني قاعد أشتغل أوفر تايم وأنت ما أعطيتني حقي، فيها شيء؟ لا ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذا حقك. فالخطأ اللي ما تقدر تتحمله فلا بد أنه صارح، أنك ما تتغافل. طيب وش بعد؟ الأخطاء التي تتكرر. أي خطأ يتكرر لا بد أنك من الطرف الآخر تجي تصارح، تقول لي يا ابن الحلال ترى أنت حصل منك كذا وكذا وكذا، وفي الأخير انت ترى قاعد تبني، ما انت قاعد تهدم. فهنا اذا تغافلت فانت تهدم ولا تبني.
فطبعا هذه كبسولة التغافل حبيت أن أعرضها لكم. وحنا عندنا مبدأ دائم خاطئ اللي نتغافل والله إحنا نتغافل على حساب صحتنا على حساب علاقاتنا وفي الأخير نخسر الطرف الآخر. آخر شيء أيضا دخول الأموال قبل سواء شركات أو دين أو شيء بدون وضوح وتغافل عن الطرف يسبب أيضا انفصال بين الشخصين. صلى الله سبحانه وتعالى إن لا يفصلنا عن بعض ولا يفصل لا حبيب إن شاء الله ولا يشمت عدو. جزاكم الله خير. شكرا لك. يا سلام يا سلام. معلومات هلا سلام. من أول ما شفتك وأنا قلت هذا الشخص بس هو بس الفرصة هذا ما أخذ الدورة هذا. قولوا وش قال؟ ما أقدر أتغافل. وش قال؟ كلمة معقولة. وش قال؟ كلمة معقولة. وش قال؟ كلمة معقولة. وش قال يا شباب؟ كلمة معقولة. طيب ليش بتوشوش نفسك؟ أنا ما يزال طيب نبدأ آخر شيء السكسكة فقرتنا الأخيرة هذه. أحد عنده شيء؟ أحد عنده مشاركة قبل من السكسكة؟ بس هي. أنا أشوف المصارحة في كل وقت الواحد يكون صريح في حياته يرتاح. بعض الأحيان صراحة حسب المحدود في صراحة وفي لا شيء ثاني. أنا أتكلم عن الصراحة يعني في فرق بين الصراحة والوقاحة. أيوه أحيانا الصراحة تكون وقاحة. أيوه مو أجي أغلط عليك وأجي أرحق قدام الناس وأقول لك والله أنا صريح اللي على قلبي على لساني. أيوه لا مع نفسك ممكن أنا أكون صريح مع حسن. صح حسن حيتقبل مني. ياسر لو كنت صريح ما ممكن يخسرني. ايوه ها كيف فمو كل الاشخاص تتقبل صح الناس صراحة. بنفس الاريحيه. عارف اهم نقطه في الموضوع ايش؟ انه لما انا اجي اصارحك اهم شيء انه ما يكون قدام الناس. صدقني مهما كانت الصراحه حتى لو كانت الوقاحه اذا كان بيني وبينك حتتقبلها سواء يعز عليك او لا. أيوة. لكن هو اللي بيزعل بعض الناس. لا بس اذا زي ياسر حساس زي اذا حساس كذا زي ياسر فالموضوع هذا مره احساس مرهق والله. يا جماعه الخير شوفوا غير موضوع الغيبه انه حرام ترى اللي يغتاب ما هو برجع بمعنى الرجوله. صح معنى الرجوله انك انت لو عن فيه شيء يا اخي حطه في وجهي. صح احنا نتكلم الدين واضح دليل انك ما تقدر. لكن انت الان ياسر مثلا خلينا عشان يلا ياسر ياسر بيني وبينه موقف اجي اتكلم والله ترى ياسر ما يصلي الفجر يعني ما بدري ياسر ترى ياسر ما يدري والله لو اللي حبله الخير ولو في يعني احس انا خايف منه ترى والله لو انا خايف منه ما اكلم. صح ولا لا يعني انا ما بفتن بينكم بس ساعه اللوكيشن كذا ما رمالك رمى حاجات عليك بس الواحد ما يفتن. شوف مزح والله انا حبيتك صراحه لكن في بعض الاحيان كنت تقهرني ما كنت اقدر اكلمك فكلمت الشباب وفي جروب خاص بيننا انت فيه. امزح يعني انت تاخرون في الجروب افرقكم هناك متجمعين يعني شوف ما حد يدخل ويرد. هو اللي قال لنا هو اللي على هو اللي ما صلى الفجر قال لنا هسه ابدا ابو فزاع ما ابغى اشرك يقول عطني اللوكيشن وكل يوم ان شاء الله في شيء زي كذا باذن الله. صح ان شاء الله هي احنا 9 وما ودنا. الله يسعدك احنا نبغى نكتسب الوقت عشان السكسكه حلوه. السكسكه الان معانا السكسكه اشرحها يا ياسر بس قبل اسعدهم بس السكسكه. لا خليك عندنا شوي عندنا بروفات بس الله يسعدك. اوكي انا والله اشكر طبعا الجميع واشكر اخص بالشكر هشام وحسن والله العظيم يعني يوم كامل في الطيارة وحتى يقول لي ياسر تعبان ما نفتح عيوني الحمد لله لو وقتها بتقولون لي الوقت ياسر ياسر عبد الفقرة فشكرا لكم هذه الفقرة سكسكة خليه طيب الخاضر طيب هي هذه السكسكة فهذا الحين بسكسك على هي دي السكسكة اشرحها عندك الشرح ولا السكسكة هي تعرف التحجيرة بس الفرق وشو الان احنا قاعدين نسأل وانت قاعد جبت سؤال ياسر عارف الزبدة مثلا ولا فهد يجي يصك عليك يقول لا يا حبيبي انت كلامك متنا يعني ما هو ماشي بالدور لكن يلقط عليك شيء ان سكتك هو اللي صك عليك واخذ نقطه وان سكت رديتها بالعربي لا حد يكذب يلا نبدا منين يلا بسم الله ابو فزاع اختار. لا ما اختار هو شو الاثنين ما شفناهم وتوهم جايين. ايوه وعندهم لياقه انهم لسه ما اختاروا واحد منهم. يلا يبدا بشيل الصبوق يا ابوي لياقه بشيل الصبوق. ايوه واحد منهم نخر هناك نخر هناك روح فين؟ انت شكلك مسكسك كبير مسكسك كبير نعم مسكسك هيا مسكسك كبير يلا يا ابو هادي حسن كنت في اندونيسيا انت صح؟ ايه كم يوم؟ سافرت يوم الجمعة الماضية سؤال ويمشي ايوه اسال سؤال بس ولا بدك اجي ابدا انت ابدا من هنا؟ ايه عشان يجي هنا سؤال طازج طيب عشان يجي ياسر يلا ياسر نبدا منين؟ هذا بحسن؟ تخيل حياك الله عز وجل جزاك الله عز وجل الله عمك
طيب ابو علي حبيبي كيف حالك؟ حياك ابو فزع. الحمد لله. كم جائزة تقاسمتها انت وياسر السنان؟ كم جائزة تقاسمناها انا وياسر السنان؟ ثنتين. مسابقتين؟ ايه. حلو، بيجيك السؤال شوي. روح اسال. احمد اسال. والله ما عنده سؤال كذا تحشيري. روح بالله، روح افكر. روح. لا انت لا تتكلم. لا والله تفضل ها تفضل يا عمك. اذا ما سال ندخل موضوع الشخصيه ضعيفه وقويه وكذا. راضي نفسيا عن الرحله؟ نوعا ما نوعا ما. طبعا رحله اندونيسيا صح؟ كيف؟ رحله اندونيسيا السؤال. ايوه الحين دوبنا جينا منها. حسن العثمان حياك. لا اله الا الله. جلد كيف شايف؟ روح اعطي السؤال اخلص. حسن العثمان اها الحاصل كين. حضرت زوج اخوك؟ كيف جواز اخوي ما بحضره يا زوج؟ جاوب له. ايوه اكيد حضرت زوج اخوي. كيف ما حضرت زوج اخوي؟ شكرا. تفضل. متى حتتزوج؟ لما الرب يكتب النصيب. ما يراها تطلع. يلا خلاص هو سؤال وعدي. عشان شو وضعك انت؟ وضعي تيكا تيكا. ايش وضعك انت؟ اسال العيال حجرون حجرون سكسكون. لا تضحك يا عمدي نبغى كذا. ايش وضعك؟ وضعي في الالف. من اي ناحيه وضعي؟ والله وضعيات حقك. من انت وين تشتغل؟ انا فين اشتغل؟ هناك. ايه وين هناك؟ في وراء الجبال العالية. كلها جبال عالية وين؟ يعني جبال مكة وجبال حجاز ولا حجازي من اهل مكة. اعترف. ترى سؤال واحد. اكيد. بالله راضي عن نفسك؟ الحمد لله. ايش قدمت اصلا انت؟ ايش قدمت؟ الحمد لله اني راضي والدين. قدمت الدين كله ان شاء الله راضي والدين. الحمد لله. اديني ايش قدمت؟ يعني راضي عن نفسك ليش؟ ايش قدمت؟ يعني انت من اي ناحيه؟ تقول لي ايش قدمت؟ ايش قدمت في حياتي؟ ايش قدمت في الاعلام؟ ايش قدمت؟ ايوه ايش قدمت في حياتك؟ ايش قدمت للمجتمع؟ ايش قدمت لنفسك؟ ايش قدمت؟ انا ترى المعلوميه هو من جد بحشر لك بس ابغى اطلق الموهوب اللي داخلك. اي لا ما عليك على قولتهم اطيب خاطرك ولا يهمك. أنا إنسان إعلامي عندي رسالة. لو إيش ما قدمت لسه رسالتي ما تكتمل. تتوقع أنك أنت قدمت رسالة؟ الحمد لله إلى الآن الحمد لله. إيش الرسالة قدمت؟ اللي قدمتها؟ رسالة في الرسالة عبر الإيميل ولا كانت؟ لا لو سمحت. إيش الرسالة؟ الحمد لله قدمت رسالة في الأخوة، رسالة في الصدق، رسالة في الأمانة. والواحد ما يشوف نفسه لكن أتمنى أن أنا أوصل لكذا وأكثر إن شاء الله يا رب. شو صار؟ إن شاء الله يا رب. أحد قال لك أن الكاركتر السوداني مو لايق عليه؟ في مره جاني واحد قال انت الكاركتر مو لايق عليك، ومره جتني عائله سودانيه يسالوني انت من اي مدينه في السودان، فانصدموا انه انا ماني سوداني. من جد؟ جد. في مهرجان كنا في العزيزيه في مكه، في العزيزيه كان في مهرجان معايده. يعني سعودي؟ متى طلعت سعودي؟ في مهرجان معايده. متى اي مهرجان؟ اليماني وافتخر. ها متى هذا المهرجان؟ ما عليك زود. متى المهرجان هذا؟ كان من عام 1400 واسكت و 34 33. انت عارف ان الوقت في السوداني سيء شويه؟ وجهه نظرك احترمها، لكن الحمد لله انا عندي قناعه من نفسي ان انا عاشرتهم 9 سنين فاعرف عاداتهم وتقاليدهم. انا اصلا تفاجات انك انت ممثل. ممكن عشان ما شفتني او انا قليل ظهوري في الاعلام، لكن انا مميز معك. انت ايش عندك اشياء غير الكاركتر السوداني؟ غير الكاركتر السوداني عندك كاركترات كثيره. عندي سوداني، عندي يماني، عندي مصري، عندي. ادينا مثال حي. اديك مثال حي؟ اي كاركتر تختار؟ يعني انت تباني اقزع لك ما، يعني عندي لك واحد يماني ولا تشتيني، عندي لك واحد يعني سوداني ولا تشتيني، عندي لك اللي تبغاه تندي لك. طيب شكرا شكرا خلاص. عفوا. طلعت كمان في اليماني سيء يعني. استنى يا جماعه. حسن ايش حالك؟ احمد. تفضل تشتغل لحالك ولا مع فرقك؟ شوف دائما الواحد لحاله يقول لك يد واحده ما تصفق، لازم تكون اثنين. طب انت ايش الشعر افضل انك تشغل لحالك؟ لا لو يكون في جماعه، روح الجماعه حلوه. طيب في مهرجانات كثيره طلعتها لوحدك؟ مهرجانات كثيره طلعتها لوحدي؟ لا ما مر علي انه في مهرجان طلعته انا لي لوحدي. لا يعني ما عندك مقدره تكون لحالك فوق الاستديو. دقيقه ياسر بتشك علي يعني الحين. بس 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 لحظه هنا هنا يعني ما عندك مقدره انه فوق الاستيج تكون لحالك؟ لا الحمد لله انه انا اقدر يعني ادي واقدر اخارج نفسي، بس انه لما يكون معاك شخص وخاصه لما يكون متفاهم معاك تقدر تسوي انت هو وانتو يعني جو. طيب لو حطيناك لحالك الان قلنا لك يلا ونسنا اطلع هناك ونسنا تضحكني، اباك تضحكني، حتلاحظ نفسك كوميدي؟ شوف سهل انك انت تبكي الناس بس صعب انك تضحكهم.
عارفين كوميدي ايش انت كوميدي تشوف نفسك كوميدي الحمد لله خاصه لما تكون انت معد نفسك كويس لما يكون عندك فقره لا لا ما تحشرت شيء لما تكون تعد كويس تعد نفسك كويس وتكون جاهز للشيء اللي بتقدمه تقدر تضحك الناس طيب حسن في مهرجانات كثيره نرجع للمحور الحديث ميه. الاول في مهرجانات كثيره طلعتها لوحدك لوحدي ايوه اطلع لوحدي على الستيج ايوه لكن يكون في شخص ثاني معايا ايوه اكيد كيف شخص ثاني معايا يعني مثلا يكون انا الكاركتر موجود بس يكون في مقدم اساسي يكون لمساته خفيفه لكن انا الكاركتر الاساسي اللي موجود يعني تعتبر مهرج يعني مو مهرج زي ما هو كاركتر المهرج يختلف عن الكاركتر انت لما تقول مهرج معناته انك انت تنقص من الكاركتر اللي تقدمه حلو وانا لما اقدم الكاركتر انا احترمه بتفاصيله ما انقص منه والغرض من انا اقدم الكاركتر مو التهريج غرض من انا كاركتر لما تكون كاركتر غير انك تكون مقدم اساسي حلو 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 انت كاركتر يكون قريب من الناس هل تجد نفسك انك انت احترمت الكاركتر اللي انت تسويه؟ كل الكاركترات اللي انا سويتها وقدمتها قبل كذا انا احترمها وما زلت احترمها ولا 100 سنه قدام حقول ان انا ما زلت احترم الكاركترات طيب انت لما تطلع تقدم فوق المسرح ايش افضل لك تقدم بحسن ولا تقدم بالكاركتر احب ان انا اكون بالكاركتر عشان اكون اقرب للناس الواحد لما يكون بشخصيته انا توترت قد ما هو مقبول عند الناس ما حيكون مقبول زي ما يكون بالكاركتر طيب انت ما في الفقره دي الا لا خلاص انا حسيت هو استوى ترى خمس سنين ما شاء الله عليك عارف وصل لهذه المرحلة شفت قدر الضغط على نهاية الكبسة مو حسن والله العظيم ان انا احبك قسما والله انتم من الشخصيات اللي انا من جد مرة احبها والله الاسئلة هذه ترى تطلع شخصية ما في شيء والله لسه انا ترى والله خربت اسمع اصلا كان بيستوي والله هو ما حكت على احد اللي كان معاه في السفر خلاص كنا نايمين سهرانين سوا دعي تحشر والله احنا مش سهرانين سوا زي هذا الوقت لكن الله يسامحك خلاص لا وفقك لا انه بطل والله بصراحه فاز نرجع نكمل ولا خلاص غيره؟ خرب العمده انا جاهز والله يا عمده طيب ما دام كذا طلب هشام طلب حلو انك تقوم تعطينا كاركتر كذا ما دام انك جاي متاخر والشباب لهم ساعتين ونص والله شوف هو انا بجاوب عنه بس هو حيقوم من اصعب الاشياء انك تقول للممثل قوم اعطينا شيء بدون ما يكون معاه احد ياخذ ال1 2 معاه بدون ما يقوم من يلا يا هو الممثل مو زي المنشد الممثل ياخذ من اللي قدامه غير لما كنت تقدم ستاند اب كوميدي ستاند اب كوميدي معناه انك انت ما انت قاعد تمثل انت قاعد تلقي الستاند اب كوميدي القاء مع شويه تمثيل قصه وتبدا تطرحها وتسردها بطابع كوميدي مو زي لما تقول يمثل مثل معناه انت تحتاج شخص قدامه ايش تبغى شخصيه تفضل يلا شخصيه ياسر يلا هو انت ايش تبغى شخصية معنا؟ انا ما عمان لا انت قلت تبغى كاركتر سوداني سوداني يلا سوداني اقنعهم بالسوداني بس نبغاها كذا وقافك اي ما مشكلة يا عمك نمشي نجيب اللي هناي كله اعطينا قصة ذهابك لماليزيا ايوه ماليزيا لاندونيسيا بسم الله الرحمن الرحيم موقف مر عليك هناك شنو؟ موقف مر عليك يا زول مواقف خليها على ربك بس ها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوانا يا حلوين قاعدين كلكم على الكراسي مرحبا بكم والله انا ذاتي سعيد جدا بالمقابلة معاكم والظهور على القناة الممتعة دي اها دي أول حاجة ثاني حاجة والله يوم الجمعة الماضية صار لي فيلم والله يا أخوانا ما بتعرفوا مشينا للطيارة قال لي شنو خويك هشام الملحاني في الطيارة اللي يسافر معاك هشام الملحاني يا غلقوا الناس في البلد دي ولا كده والله يا عارف يا اخوانا لكن رجعي من الطياره دزع ساعه والله دزع ساعه وعينا في الطياره دي تنو تصحى تسمع واحد اخر الطياره يشخر واحد قدام ما عارف يعمل شنو لكن الحمد لله مرقنا وصلنا لا وصلنا والله يا اخوانا سيمفونيات تسمعوا حاجه عجب واحد يدي صبه من هناك والثاني يدي له جباب شيء عجب والله لكن اول حاجه فرحت بها شنو؟ مشينا للمطار قال لك دايرين نصرف فلوس سعوديه نمشيها لاندونيسيا يا اخوانا دايرين نصرف فلوس مشينا للصرافه اديناه الفلوس بقيت زول غني جدا بقيت مليونير تدي 300 بس 300 يدوك مليون والله بقينا مليون نمشي هناك داير شنو؟ نتعشى اليوم ب 100,000 نتعشى ب 200,000 لكن يا اخواننا اندونيسيا دي حاجه عجيبه كلهم مفطسين تمشي تكلم واحد تضيع مع الثاني ما تعرف ايش يصير لكن كانت رحله ممتعه وتعبنا بالرجعه 15 ساعة من سريلانكا اللي حسينا نفسنا شغالات لكن ما مشكلة في الأخير وصلنا وشفنا الوجيه الطيبة الحلوة السامعة دي الزولات والله إنه والله
مسكتهم الله يبارك فيك. ما تسوي سوداني الله يبارك. لا انا سويت فيلم في السناب. اول ما وصلت المطار وصرفت الفلوس قلت له ال 100 ريال كم روبية؟ قال لي 100 335. مين من 300 مليون؟ لا قلت قال لي لا انا مسالته 100 قال لي 300 مليون 300 ريال. طلعت حسن قلت له ياهو ياهو قلت له انا نحن المليون 10000 10000 10000 ولا 100000 100000 100000 ورق 100 في عندي. طب ال 100000 تسوي شيء؟ ال 100000 تسوي شوف هنا هذا تعشي وتغدي حقت وجبه واحده. هذه 50000 هذه 50000 جائزة البرنامج. هذه 50000 ايش تسوي تقريبا؟ يعني تاكل يوم كامل 100000؟ لا مستحيل. عنده شفت النص ريال عندهم 50. انت لما تقول 100000 يعني ما تجي 40 ريال 50 ريال سعودي؟ اي ما تجي مفعول حق خارج. لا هي قيمتها 100 ريال 40. لا عليهم هم. انا اتكلم الان انا الدنوسي عندي 100000. لا تعمل تعمل عندهم حياته. لا سايح. لا الشاهد قلت لحسن اسمع حسن بسوي فيلم في السناب. قال لي طيب اخذت المليون الان انا وسام مليونير وصلت معي مليون خلاص اي وفك السناب. اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت. الحمد لله بدعوات الوالدين. اليوم استلمت اول مليون لي اللهم لك الحمد. تمام. وهذا فضل وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والسناب الثانيه يا جماعه الخير والله يكون مع الله ترى الله معك يا جماعة الخير تعلقوا في الله والله عيشتهم جو عيشتهم جو. يقولون ما شاء الله ساعتين خليتهم يعيشوا جو خاص عندي مبروك. واللي يقول اعطيني واللي يقول اعطيني واللي يقول لي مليون واللي مليون واللي مليون الله العظيم واللي يقول لي ما ادري ايش واللي يقول لي مليون مليون. الناس مستغربة تعرف. الين بعد ساعتين قلت لهم يا جماعة الخير الناس تدفع 1500 في دورات كيف تصبح مليونير و1500 في دورة أول مليون مدري إيش. يا جماعة الخير روحوا صرافة 300 ريال سعودي تصير مليونير. صلى الله وبارك. تعال نفسك ليه؟ تعال نفسك ليه؟ أقسم بالله أسوي لك إزالة صدق. لا لأنه أصلا أنا مع الشباب دائما أسوي مقالي تمام. وجت فترة انقطعت عن المقالي وهذا كوني من السناب عشان مقالب 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 سويت مقلب فيهم هم مقالب مقالب سويت مقلب جماعي تعرف. بعد الحركة هذه لا زالوا متابعين موجودين؟ ايوه جماعي وزادوا الحمد لله. الله يسعدكم يا رب. فتبى تصير مليونير يا ياسر هات 300 شيء مو حلو. الواحد يعرف انك فقير يعني عارف لا مستحيل مليون ما يجي له عارف؟ اي شيء مره مو حلو. وبعدين مو مليون من جد في المطار استلم يعني انت شكلك فقير بالنسبة في المطار استلم. انكم عرشتوا على الموضوع ده ترى شيء طيب. احنا نحمد الله على النعمة اللي احنا فيها. واحد سبت بدينا شيلة. وهذه احلى من الشيلة ترى. انا قلت والله انا لقيت ناس يعني يستهترون بالمال هذا. هي سفرة سافرت انا فعلا سويت مثل ما قلت 10000 10000 نحطها في مانجا. مانجا بس. لا هم مو استهتار. بشيش 5000 10000 20000 سلعتهم هم. لا مو استهتار يا اخي هذه عملتهم. لا صادق بس انا اقول لك احنا ما نستهتر. انا بس عشنا اخذنا طابع الكوميدي بس من هذه ما هي لك يا هشام. هذه انا اقول بشكل عام. انا اقول احمد الله على النعمه اللي فيها. وهم يعني على ما عندهم من طبيعه صراحه على ما عندهم من يعني جهد وشغل ونص طيبين لانهم يحتاجون يجون نص طيب صعبه شعب صعبه طيب ما شاء الله اكثر شعب مبتسم في الدنيا والله مبتسمين والله العظيم تمشي هذه على الظروف المعيشيه والماديه فقر عندهم فقر مبتسم جدا سبحان الله. سافرت دنوس سافرت انت؟ اي جدا حلو انا ما قد بس اسمع كلام لا بس اهل لا بسيطين ناس بسيطين حلو حلو والله ويعني ايش اقول لك سليسين وسمحين بعدين عندهم 29 جدا يا رجال امس متعشين امس متعشين السعودي اذا سافر اي هذه مشكلتنا ما يقول لك طبيعه ما يقول لك يقول لك والله 29 لا غلي ما يفكر الا في البدي غلي يا رجال غلي امس ماخذين كم نص ولا ربع تيس ربع تيس ماخذينه ب 600000 يعني كم يعني؟ يعني عربي عربي يعني 170 170 ريال الان الحري وصل الان الى 500 ريال الحري؟ طلع الحري الان في تسعيره جديده لا مو تسعيره جديده بس السوق نزل يعني خلاص نزل باقي ما هو في النزول الحين اذا جاء الحج ترتفع مع بس ما راح ترتفع الارتفاع اللي هو تتوقع يعني خلاص يعني الان صار في وفره يعني في السوق وصل 1200 اول 1300
الحري الحري هو طب ما في احد محجر له هنا ما في احد محجر له هنا لا احنا ما خلاص الان ما بنتعبكم اي واحد بس يتحجر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله انت جاي من سفر نفسك حلوه تبغى يتحجر لك اما احنا عالم ما يا رجال محجر ست ساعات كذا على الكرسي لكن والله لا واحد ثاني كل يوم اثنين ابو عزه ايش يبغى لها واحد ثاني اختار الان سكسك ايه وتقريبا باقينا 10 دقائق اه خلاص 10 دقائق ما تقريبا ما بقى لنا شيء اي ما في وقت لكن اسمع شيء من اي والله ما في ايه سمع هشام هشام حرام عليك انا داخل ب وش انا من قاعد ابوي من بدايه كل المقامات ادينا كل المقامات وش انا ادانا كل شيء حتى الظلمه قامك ادانا دينا لا لا شيء ثاني حلو هذا على لايك عجبك ذا شوف المفروض انا عندي فكره ان هشام ينشد وانت تسوي الكليب عندك اللوكيشنات هنا تحرك كذا مع الانشور من جد والله اللي يسويها بالله يسويها هوايد واحده هشام هوايد الكليبات انت تنشد هشام والكاميرا على ابو علي اطلع ابو علي دور هشام هشام مش نشيدك عشان اعرف الكليب والله كلمات ها جيب له حاجه تناسب اللوكيشن يا تخش معه انت بس يلا يلا بسم الله يلا يلا هشام يلا بس اهم شيء النشيد يبغى له زقزقه عصافير يلا انا اطلع فوق ها اندونوسيا انا العصفور يا حسن انت العصفور يلا يا شباب يلا في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني قدس الله رباها أقوى من كل الحصون قد حماها الله دوما فاقرأوا سفر القرون فاقرأوا سفر القرون في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني والله حقا تقول وصل الافيالة تعال عشان نقلد الفيل جيب واحدة فرايحية دحين جيب لك واحدة فرايحية اديهم شيء يبالوا لياقة يلا يلا والله يا تشوف حسن ناهي سميها انا عارف نفسك يجي معاك فيها اشاش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقي انا مالي فيها اشاش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني مني اشاش عليا وانا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك مني ايش عليا وانا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك سوقنا عامر بالله واللي يشرى يرباح منه ينوي ويطلب منه لا الجود يقلع له غبنه شفيعنا رسول الله انا مالي فيها شوش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيها شوش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني ربي انظر لي وانا نظري متروك في الارحام وفي الحاش من نطفة صورني ربي انظر لي وانا نظري متروك في الارحام وفي الحاش من نطفة صورني سوقنا عامر بالله واللي يشرى يرباح منه ينوي ويطلب منه لا الجود يقلع له غبنه شفيعنا رسول
كليب يقول لك قاعدين يقولوا فاصل فاصل ترى فاصل والله الحمد لله انه فاصل قبل شوي لو اوس شارع يسوي اساس انه هذا كله في الفاصل هذه اساس فقره التحجير خلينا نعيش انت على بالك لمرمر المشاهدين ده اللي سويته بلاها بعيد عنك اقول لك حاجه الحمد لله انه اوس صغير اللي كان ابويا كده ريحت مستقبل على خلفيه حزينه امين وبيض وجهكم طبعا اليوم انتم يعني اللي جاي من الطياره على هنا واللي واصلين الصباح فاللي قدمتوه صراحه شيء عظيم وكبير جدا اسال الله نوفقكم ونكتب اياكم ان قال يا رب يسامحونا على التقصير لا ما حصل قصور وده بس ختاميه من الجميع كذا كلمه قبل ما نختم ابو نوار اولا سعيد بالعوده الحميده ان شاء الله بعد فتره انقطاع على قناه بدايه وان شاء الله انها تكون بدايه خير ان شاء الله وسعيد ايضا بالتواجد مع كوكب من النجوم رسم من الاستاذ ابو فزاع عليك زود حبيبي ونتمنى ان شاء الله الليالي الجايه ان شاء الله تكون افضل وافضل وافضل ان شاء الله باذن الله باذن الله عليك اول شيء انا حاب اشكر ابو فزاع وياسر سنان انهم كلموني على اني اشارك في البرنامج هذا وشرف كبير لي الله يحييك يا حبيبي الله يرضى عليكم والشهاده لله كنت حريص انا حتى انا كلمتك قلت لك انه اول يوم احتمال يا اجي او ما اجي لكن لما كلمني حسن قال لي الوصول ان شاء الله حيكون الساعه 9 فقلت كنت حريص جدا انه احنا نلحق حتى لو اخر ساعه يعني قلت لكابتن يسرع ولا كيف؟ ها؟ لا لا هو قال لي 9 انا ما كنت عارف متى الرجع انا ما كنت عارف متى الرجع هي المفروض ان احنا نوصل على بكره المفترض تعرف خلاص يا ابوي اقول ود انا حبينا نشاركه خلاص طلع سيلا تعرف انه كنا جايين بكره يعني اليوم يعني ما حد لنا نوعا ما يعني انا ابو فزاع تدخل ترى الفقره انتهت فقره التحجير انتهت فقره التحجير انتهت والله حاسس انه صفر الغربيه كله حيكون تحجير والله العظيم كله حيكون تحجير الزبده جينا وخلاص اللي بعده هذا اللي بعده اللي بعده مختص طبعا بالاختصار طبعا انا سعيد جدا اني كنت موجود اليوم معاكم والله انا عندي طفشان منك من جده ومكه المهم يا جماعه الخير طبعا احنا نقول لهم سامحونا على التقصير ان شاء الله مجهزين اشياء جميله بس اليوم مصنف من السفر وكذا فالايام القادمه باذن الله حنسوي لهم حاجات ترضيهم تفضل ياسر انا اقول لا تبعدوا على الشاشه بكره باذن الله تمثيل انشاد مسابقات تحديات مقالب صكصكه كله حتشوفوه باذن الله وايضا جوائز بكره باذن الله وايضا دورات من عند حبيبنا ابو فزاع بكره لا تروحوا صدقوني حنعد اليوم وبكره باذن الله حتشوفوا شيء مختلف نهائيا شكرا لكم ما بزيد على كلام اخواني كفو وفو وانا اقول سعيد بالمشاركه برضه بعيدا عن تحجير الاخ اقول ان شاء الله ان احنا عندنا اكثر واكثر ونتمنى احنا نقدم الشيء اللي يرضيهم ويرضي الله سبحانه وتعالى اللهم يعطيك العافيه فهم ده اول شيء اشكركم سعيد بابو فزاع انا عني سعيد بابو فزاع يعني انا صراحه مجرد ما سمعت صوته وانا في مكه حبيته سبحان الله الرجال ده لا 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 سبحان الله الصوت سبحان الله تحس فيه نغمه دقات قلب صوته سمعوا محادثه الصوت طيب انا ما خلصت ايه تفضل يلا باقي دقيقه يقص عليك يلا ابو علي اول شيء اشكر ابو فزاع وابو اوس انهم كلموني جابوا لنا البرنامج على اساس انه كان في طلبات كثيره من جمهور بدايه انه متى تظهر علاقات بدايه اخيرا جت الفرصه الحمد لله وانا سعيد وان شاء الله الايام الجايه تشوفوا حاجات ترضيكم وتعجبكم الله يحييك يا حبيبي وحنا بدورنا نقول تشوفون ان شاء الله بكره التنوع في الفقرات اعذرونا على اللي صار اليوم بالعكس المفروض حتى ما نعتذر لكن من باب الادب معكم واللطف بكره باذن الله راح تكون في فقرات وضيف مميز نشوفكم ان شاء الله بكره على خير وتصبحون على خير سلام عليكم والريحان نغتنم هالفرصة خلنا في الحديقة نستمع هالقصة جينا والشوق يحدينا في صيف نلقاكم والفرحة تغشانا جينا
والشوق يحدينا في صيف نلقاكم والفرحة تخشانا بالورد والريحان نغتنم هالفرصة خلى في الحديقة نستمع القصة بالورد والريحان نغتنم هالفرصة خلى في الحديقة نستمع